الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا على المباشر في إذاعة وطني. نحن اليوم السبت 2 جويلية 2016، والموضوع تاعنا اليوم هو حول المعاملات في الجزائر والتغيير. التحق بنا الأخ نوري من إسبانيا والأخ عبد السلام من قسنطينة. نحن إذن في بداية هذه الندوة نتمنى هو أن تقضوا معنا إن شاء الله وقتا مفيدا، وإن شاء الله من خلال هذا النقاش الأخوي، هذا النقاش الهادئ، نحاول إن شاء الله هو أن نبعث رسائل للناس اللي راهم في السلطة، للمواطنين، للناس اللي راهم يشتغلوا في الإطار متاع المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، المهتمين بالتغيير في الجزائر. إذن نحن على المباشر، الموضوع تاعنا اليوم هو حول المعاملات في الجزائر والتغيير. بداية الأخ نوري من إسبانيا، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ نوري، إذن نحن في نقاش مفتوح حول المعاملات في الجزائر. بداية لو درنا تعريف حول المعاملات، وش هي المعاملات، ومن بعد نمشي للأنواع نتاعها. نعم، شكرا. هو في الحقيقة من علامات تقدم المجتمعات والأمم أنه يعني لا يرتكز أو لا ترتكز فقط في ما يظهر لنا من تلك البنايات الشامخة الضخمة أو تلك المحلات العمومية الفخمة الكبرى، أو يعني فيما يمتلكه مواطنيها من سيارات فاخرة وألبسة من النوع الرفيع ومجوهرات وأدوات مختلفة من آخر طراز وغير ذلك. بل في الحقيقة المعيار الحقيقي الذي نقيس به تقدم المجتمعات والأمم هو بالفعل تلك المعاملات السائدة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والمسؤولين والهيئات العليا والإدارات المختلفة والمتنوعة. وبطبيعة الحال من هنا يمكننا القول أنه مهما بلغ الإنسان من تقدم ومن درجة عالية في امتلاكه لبنايات فخمة وأدوات فخمة، إلا أن هذا يبقى دائما مجرد وهم اقتصادي قد ينهار بطبيعة الحال بين عشية وضحاها. وهذا كما رأيناه ما فعلته الكثير من بعض المجتمعات العربية التي تتفاخر وتتعالى بإنجازاتها وبناياتها الضخمة، ونسيت انتهاكات ومنع السائل والمحروم وانتهاكات لحقوق المواطن وانتهاكات لأعراضهم وغير ذلك، ونسوا أن هذه المعاملات الأخيرة هي لب وأساس الرقي الإنساني القائم في التعاملات مع الغير. إذن هذا كل ما ذكرناه هو عبارة عن مقدمة للمعاملات. فالمعاملات في التعريف اللغوي هو جمع لمصطلح أو اسم المعاملة، كما نقول معاهدة، معاهدات، مبادرة، مبادرات، مقاومة، مقاومات وغير ذلك. والمعاملة
في اللغة هي اسم مصدرها الفعل عامل، عامل يعامل معامل، والمفعول هو معامل. وعامل في اللغة بمعنى تفاعل، تفاعل بعمل ما تجاه الغير، أي قام بسلوك معين أو تصرف بفعل معين تجاه الغير. بالتالي المعاملة هي في الحقيقة في التعريف اللغوي هي عملية أخذ وعطاء، هي مراجعة، هي تصرف، هي مفاعلة كما نرى في المفاعلة الكهربائية مثلا، هي معالجة، هي مبادلة، هي مزاولة، هي ممارسة، يعني هي تأتي حسب السياق الموجود فيه، لها يعني تعريف متعددة، كل هذه التعريف تدخل في التعريف اللغوي للمعاملة. فالمعاملة المعاملات كذلك هي المساقات، هي المسايرات، هي التجاوبات، هي التصرفات وكل ما شابه ذلك. ويأتي مثلا في الكلام نسمع يقول لك معاملة إنسانية أو معاملة غير إنسانية، وكذلك نسمع يقول لك المعاملة بالمثل كما نسمع، هذا كذلك مشهور عندنا في مجتمعنا الجزائري، يقول لك الجزائر يعني تتعامل بالمثل في قضية الفيزا مثلا، البلد الذي يطبق على الفيزا هي كذلك تتعامل معه بالمثل. أو كذلك الناس ما يقول لك حسن المعاملات أو سوء المعاملات أو ما شبه ذلك. إذن هذا المصطلح هو يعني غني، موجود في كثير من الكلام ومعروف في كثير من المجالات. الآن إذا ذهبنا إلى التعريف الاصطلاحي للمعاملات، هو في الحقيقة المعاملات في التعريف الاصطلاحي هي جل أو مجموع تلك الأفعال والسلوكات والتصرفات والتحركات والمواقف والانطباعات والأقوال والردود والتجاوبات والعقود وكل ما شبه ذلك التي تصدر من خلال مساقاتنا ومسايراتنا وتجاوباتنا للعلاقات العامة السائدة في مجتمعاتنا. يعني هذا المجتمع اللي رانا عايشين فيه كل هذه الأمور، فيه أفعال، فيه سلوكات، فيه تصرفات، فيه مواقف، فيه انطباعات، فيه أقوال، فيه ردود، فيه تجاوبات، فيه عقود، كل هذه الأمور هذه يعني احنا نتلاقوا بها، نتسايروا معها، ولازم نتفاعلوا معها داخل في العلاقات العامة السائدة الموجودة في مجتمعاتنا. بالتالي موجودة هي بين مختلف الثقافات طبعا، بين مختلف الأجناس، وبين مختلف كذلك حتى الديانات في مجتمع واحد قد تكون، والمنتشرة كذلك على جميع المستويات، تقدر تكون في المستويات العليا، المستويات المتوسطة، تقدر تكون في البنى التحتية وما شابه ذلك، وكذلك قد تشمل جميع الميادين والمجالات الحياتية المعاشة المشتركة التي نشترك فيما بيننا. هذا حسب التعريف الذي أردت أن أعطيه، التعريف الاصطلاحي للمعاملات، وأترك الكلمة للإخوان في هذا المجال. نعم، شكرا الأخ نوري. تفضل الأخ عبد السلام. مرحبا بك الأخ عبد السلام. أهلا أخي نوري، مرحبا بك، ومرحبا بك أخ نوري، ورمضان كريم. يعني في البداية ربما يعني ما أشار إليه يعني أخي نور، يعني ربما يعني تطرق إلى تعريف المعاملة، أنا ربما نختصرها في يعني في أن المعاملة هي التصرف، يقول حسن المعاملة وحسن التصرف، باختصار جدا يعني أختصر الكلام أن المعاملة هو التصرف يعني، والمعاملات هي نتيجة العلاقات الاجتماعية الموجودة يعني عندما يكون هناك. تقصد الأخ عبد السلام، تقصد المعاملات يعني، تقصد لما تقولت التصرف تقصد السلوك ولا؟ طبعا أكيد
هي سلوك له. ودائما حتى في يعني في يعني في كلامنا العادي وكلامنا يعني نتكلموا نقولوا حسن المعامله يعني هو حسن التصرف يعني. يقولوا هذا يعني عرفك في كيف يتعامل مع والديه، قال عرفك في يتصرف مع والديه. قال المدير عرفك في يتعامل مع صفقات معينه، نقولوا عرف كيف يتصرف مع هذه الصفقات. مع ذلك ان يعني المعامله بس يعني بصفه مختصره جدا اضافه الى ما قاله زميلي من قبل، هي التصرف يعني بان ربما نقربوها اكثر، يعني باش نبسطوا الامور للاخوه اللي راهم يتابعوا فينا. اكيد هي التصرف. ولكن الان عندما نتكلموها يعني مصطلح اجتماعي، هو نتيجة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. ما نقولوش أن المعاملة تظهر مع فرد، ولكن تظهر مع زوج، مع ثلاثة، عندما يتصل ما بين بعضهم قل أن هناك تظهر ما يسمى بالمعاملة. إذا كان على مستوى الأسرة، إذا كان على مستوى المؤسسة، إذا كان على مستوى المجتمع، إذا كان على مؤسسة الدولة، يعني تظهر نوع من هذه المعاملة. قال الإنسان كيف يتعامل مع والديه، كيف يتعامل مع 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 خالته داخل على مستوى الاسره، على مستوى كيف يتعامل الاب مع اولاده، كيف تتعامل الام مع اولادها مع بناتها، يعني بصفه مختصره كيف تتصرف يعني. قال على مستوى المجتمع، يعني مستوى القبيله، كيف تتعامل الاسره مع اسره، كيف تتعامل مع قال الفرد مع 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 جيرانه، كيف يتعامل مع مع يعني زملائه في العمل. يعني هذه المعاملات تظهر كل ما ظهرت العلاقات داخل المجتمع على كل المستويات، وعلى كل يعني سواء كانت مستوى الأسرة، مستوى الشارع، مستوى المؤسسة، تظهر هذه العلاقات أو هذه المعاملات هذه. وهذه المعاملات طبعا دائما يعني فيه معاملات إيجابية وفيها معاملات سلبية. ولهذا ربما أننا في الدين الإسلامي دائما يحثنا على المعاملة الحسنة، على يعني معنى ذلك المعاملة الحسنة على حسن التصرف مع الآخر، يعني حسن التصرف مع الآخر على جميع المستويات، على مستوى الأسرة، سواء كنا آباء اتجاه أولادنا، أو أبناء اتجاه والدينا، اتجاه أخواتنا، اتجاه جيراننا، يعني اتجاه معلمنا، اتجاه مسؤولنا، اتجاه حتى المسؤول اتجاه العمال تاعو. معنى ذلك هذه المعاملات تظهر نتيجة العلاقات، هي نتيجة العلاقات داخل المجتمع. الآن المعاملات طبعا راح تكون متعددة ومتنوعة، ويمكن بعد راح نجوها في يعني في الشق الثاني اللي هو أنواعها وحاجة. ولكن لأن كان ربما الأنواع حسب المدة، حسب الجانب الأخلاقي، حسب أنواع النشاط، حسب يعني مثلا يمكن ثانية. ولكن هذا خلوها الشق الثاني. يعني بالمفهوم البسيط أن المعاملات هي تظهر نتيجة العلاقات، وهي ترتبط أساسا بتطور المجتمعات. يعني بصفة يعني بمختصر مفيد، هي من قيم التحضر. يعني تعرف الإنسان إذا كان يعني هذا الإنسان متحضر ولا غير متحضر من خلال المعاملات نتاعه، المعاملات نتاعه يعني الإدارية، المعاملات في العلاقات نتاعه مع الزملاء نتاعه في العمل ولا في البيت ولا في، من خلال هذه تعرف هل لحقنا إلى مستوى متحضر ولا ما لحقناش. كذلك كاين ما يسمى بالمعاملات اللي هي فردية، خص الجانب السلوكي لفرد، وربما حتى المعاملات المؤسساتية اللي هي المعاملات اللي تخص المؤسسات، وهذه ولكن نجوها في إطار أنواع نعم. تفضل الأخ عبد السلام إذا ممكن هو أنه تحدثنا عن الأنواع نتاع المعاملات. طبعاً قبل ما نمر لك الأخ عبد السلام، بيودي هو أنه نحيي كل الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا على المباشر. الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا على الصفحة نتاع المصالحة، بإمكانكم هو أنه تكتبوا لنا تعليقات أو بعض الملاحظات مباشرة على الصفحة. راني نتبع في التعليقات تاعكم، ما نقدرش نشط الحوار وفي نفس الوقت هو أنه نرد عليكم كتابة، لأنه راني نمسي في الأمور وحدي. المهم نشكركم على المتابعة، خاصة الإخوة اللي راهم موجودين في الجزائر
وعندهم إشكال في الإنترنت، لأنه بلغني من أنه فيه بعض الإخوة يستعملوا واحد الابليكاسيون هكذا في الفيسبوك وما يقدروش يشوفوا مواقع واحد اخرى عندهم فقط الفيسبوك. الان رانا اتحنا لكم من خلال هذه الخدمه نتاع المباشره على جال باش تتابعونا. اذا نشكركم على المتابعه نتاعكم، وبامكانكم ان تشاركوا معنا مباشره على السكايب راديو وطني، او تكتبوا لنا بعض التعليقات او بعض الملاحظات مباشره على الصفحه نتاع المصالحه. تفضل اخي عبد السلام. اذا حول انواع نتاع المعاملات. طبعا الان الانواع يعني يوجد عديد يعني العديد من انواع المعاملات. يمكن اننا نصنف المعاملات حسب نوعيه النشاط. قال معاملات اداريه، معاملات مصرفيه، معاملات سياسيه حسب نوعيه النشاط. يعني اي نشاط يمكن اننا ندير يعني ندير له عائله او يعني معاملات خاصه. المعاملات خاصة قال المعاملة، نقول المعاملات الاجتماعية، المعاملات التربوية، المعاملات يعني معنى ذلك أن يعني يمكن أننا نصنفها حسب نوعية النشاط. هذا التصنيف الأول. كان التصنيف الثاني اللي هو معاملات سيئة أو معاملات حسنة. يعني معنى ذلك أننا نقيس جميع المعاملات ونصنفها إلى جانبين، معاملات حسنة ومعاملات سيئة. هذا كذلك كذلك تصنيف. كذلك تصنيف اخر هو تصنيف الاخلاقي. يعني مثلا قال لي معاملات غير اخلاقيه. نعم. معاملات وغير نجدها يعني الان حتى في اللغه السياسيه ولا في اللغه المتعلمه نجدها. يعني قال المعاملات التعشيريه هذيك معاملات غير اخلاقيه. عندما يعني قال معاملات غير اخلاقيه فمنها انها في معاملات يعني في الجانب السلبي. هذه يعني معاملات الاسريه تقيس على اساس المؤسسه مثلا المؤسسه اللي هي مثلا المؤسسه الاسره. قال المعاملات الاسريه فما وانها هي تلعب تلك التصرفات اللي تظهر على مستوى الاسره. يعني مثلا قال المعاملات المؤسساتيه اللي تظهر داخل المؤسسه او نتيجه العلاقات اللي تظهر ما بين العمال، ما بين المسؤول ولا يعني واللي ربما الطاقم نتاعو. هذه المعاملات هي خاصه بمعاملات مؤسساتيه داخل 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 المعاملات. كذلك نقدر نقول المعاملات الدوليه. المعاملات الدوليه تظهر ما بين ما بين ما بين ما بين الدول، ما بين المنظمات الدوليه. هذه نقولوا المعاملات الدوليه. معنى ذلك ان تقسيم المعاملات يعني متشعب. يمكن اننا يعني ناخذ العديد من التصنيفات بنعطي هذه الاقسام. هذا ما لدي ربما نعم. شكرا اخي عبد السلام، وشكرا لكل الاخوه اللي التحقوا بنا واللي راهم يتابعوا فينا على الصفحه نتاع الفيسبوك وعلى الاذاعه نتاع وطني من خلال الوسائط المختلفه. اذا كما قلت لكم راني نسير في الامور وحدي، راني نسير في الموقع ونسير في البث المباشر من خلال برامج مختلفه. تفضل اخي نوري اذا كان عندك اضافه فيما يتعلق بالانواع نتاع المعاملات. إضافة إلى ما تفضل به الأخ من قبل يعني فيما يخص الأنواع، عندي إضافات بسيطة بطبيعة الحال. هي في الحقيقة هي معروفة كما ذكر الأخ السلام سابقا. هناك يعني معاملات راقية أو يسميها البعض مثلا معاملات حسنة أو معاملات صحيحة أو معاملات إيجابية، وفي المقابل هناك يعني معاملات سيئة، معاملة فاسدة، معاملة سلبية، معاملة متخلفة، معاملة منحطة. وبطبيعة الحال في كل قسم من هذه الأقسام هناك أنواع. نجد مثلا المعاملات معاملة الوالدين، نجد مثلا المعاملات التجارية في البيع والشراء وكيفاش نتعامل مع الزبون وغير ذلك. المعاملات المالية، معاملات في الإطار القانوني كذلك. عندما نتكلم في الإطار القانوني هناك ما يسمى بمعاملات النشر أو معاملات إدارية، معاملات مصرفية، معاملات تجارية.
كذلك هناك نستطيع القول أن نقول هناك كذلك المعاملات الأجنبية. هناك كذلك كما ذكر الأخ من قبل معاملات فردية أو عكس ذلك معاملات جماعية، قد يعني تصدر من خلال الفرد أو تصدر من طرف الجماعة. هناك كذلك المعاملات بين الناس في كثير كثير من الجوانب، بين الزوجين، بين أفراد الأسرة، معاملة الآباء، الأبناء، الفقراء، المساكين، اليتامى، المرضى، ذوي الاحتياجات، المعاملات بين الحاكم والمحكوم، بين الإمام والمأموم، بين السائل والمسؤول، بين الإنسان والحيوان كذلك، بين الإنسان والطبيعة كذلك، بين المسلم والكافر، بين البالغ والطفل، بين الشاب والمسن، بين الذكر والأنثى، بين الفقير والغني، بين الجيران، المعاملات مع العلماء والمفكرين، معاملات مع الجهلاء والمتعصبين والمتشددين والأغبياء والمغفلين، نعم المعاملات مع النظام المستبد أو الحاكم المستبد أو الظالم أو آكل حقوق الناس. إذن هي كثيرة 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 ومتعددة. المعاملات العنصرية، المعاملات الجهوية، المعاملات الحكومية أو الدبلوماسية، المعاملات العسكرية، المعاملات الرياضية كذلك. لما نشوف رياضي كيفاش يتصرف بمعاملة ما تكون يقول معاملة رياضية، تصرف رياضي. نعم وكذلك هناك يعني معاملات كذلك قاسية، معاملات قاسية، يعني كيفاش يتعاملوا بعض المعاملات معاملات مع، دبلوماسية. نعم ذكرت ذلك، معاملات نعم حكومية ودبلوماسية. نعم هي كثيرة كثيرة، لا يمكن أن نحصرها من خلال كلامنا في هذه الندوة يعني البسيطة. هذا ما الذي أنا أضيفه فيما يخص الأنواع، وأترك الكلمة. نعم شكرا الأخ نوري من إسبانيا. إذن الإخوة والأخوات، كما سبق لي هو أن قلت من أنه نحن على المباشر على إذاعة وطني، بالإضافة إلى أنه رانا نديرو في بث مباشر على صفحة نتاع الفيسبوك. بإمكانكم هو أن تشاركوا معنا مباشرة من خلال سكايب راديو وطني، كما بإمكانكم هو أن تشاركوا معنا مباشرة من خلال التعليقات أو الملاحظات على صفحة نتاع الفيسبوك تاع المصالحة الجزائرية. كل الإخوة اللي التحقوا بنا نحييكم، الإخوة اللي تفاعلتوا بنا على الرسائل الخاصة، الأخ تونسي، الأخ محمد، شكرا لكم، الأخ فؤاد أيضا شكرا لكم. بإمكانكم إذن تتصلوا بنا مباشرة على السكايب راديو وطني حتى باش تدخلوا معنا في الحوار المباشر معي على الخط الأخ نوري من إسبانيا والأخ عبد السلام من قسنطينة. الأخ عبد السلام، إذن بعد ما درنا تعريف للمعاملات وللأنواع نتاعها، هل ترى فيه ثقافة وهل ترى فيه فقه للمعاملات؟ تفضل الأخ عبد السلام. أكيد في ثقافة المعاملات، لأن المعاملة هي مرتبطة بالسلوك، والسلوك تحدده مرجعيات أخلاقية، مرجعيات فكرية، مرجعيات ثقافية، مرجعيات دينية. معنى ذلك أن يعني معنى ذلك أن 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 حسن التصرف أو سوء التصرف يرجع، يعني كما نقولوا بالعاميه تاعنا، يرجع لطبيعه الشخص، يعني وكيف يتعامل مع المواقف التي يعني يكون فيها. يعني لذلك ان لا يمكن اننا نعزل يعني ان السلوك او ان هذا التصرف او المعامله يعني يكون بالمعزل عن ثقافه الشخص، عن تربيه الشخص، عن الجوانب او المرجعيه الاخلاقيه نتاعو. يعني لابد، يعني لابد تكون مرتبطه. يعني معنى ذلك ان الانسان اللي يكون عنده حسن المعامله وحسن السلوك يقول هذا انسان يعني متربي. يعني هذه من الناحيه العاميه والناحيه العاديه ولا حاجه. كذلك المسؤول على مستوى المؤسسه عندما يحسن المعامله مع في المعامله يقول بين حسن التسيير. يعني معنى ذلك يعني ترجع الى الكفاءه نتاعو، الى القدره نتاعو على التسيير. اذا كان مسؤول على مستوى مؤسسه حكوميه والله على مستوى دوله ولا على مستوى، عندما يحسن التعامل في العلاقات الدوليه نقول هذا يعني انسان سياسي. لماذا؟ لان معنى ذلك ان خلفيته ومرجعيته السياسيه خلته يحسن التصرف. معنى ذلك ان
لا ناخذ المعامله وكانها يعني بالبساطه نتاعها، لان نشوف ان المعامله هي عباره عن قرار في موقف معين. هذا نشوف هو عباره عن اتخاذ قرار في موقف معين. ساعات هذاك القرار يكون عفوي، يعني نتاع انا يعني على مستوى العلاقات الاسريه ربما تحني مواقف معينه يكون عندي رد فعل معين، يعني نتصرف بعفويه. ولكن العفويه هذيك حتى على المستوى البسيط تدل على تربيه الشخص وعلى يعني ثقافته وعلى يعني على 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 تربيته وعلى ثقافته وعلى يعني تفكيره، يعني حتى هذا على المستوى البسيط وعلى المستوى العفوي. على المستوى اخر يعني مستوى المؤسساتي دل كذلك على يعني هل المؤسسة وهذه المنظمة أو هذه الإدارة عندما يعني تتعامل في تعاملاتها يعني تحسن التصرف وتحسن التسيير أم لا. معنى ذلك أن 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 المعاملة هي عبارة عن قرار اتخذ كردة فعل في موقف معين، وذلك القرار له مرجعيته، له خلفيته التي اتخذ بها. معنى ذلك لا يمكن اننا ناخذ التصرف يعني ببساطه. التصرف يعني وراه ثقافه، وراه يعني خلفيات فكريه، وراه ربما ما على بالناش ربما حتى مصالح. معنى ذلك لا يمكن ان ناخذ المعامله ببساطه، ما ناخذهاش ببساطه. وترجع ان المعاملات او ثقافه المعاملات ترجع الى 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 كل الى كل نشاط من النشاط. قال المعاملات المصرفيه مستوى البنوك عندها ثقافتها وعندها خلفياتها. قال المعاملات السياسيه كذلك نفس الشيء عندها ثقافتها، هي الثقافه السياسيه والمعطيات اللي تلمها باه تعرف تتصرف، باه تعرف تاخذ القرار يعني القرار المناسب. قال المعاملات الاسريه او المعاملات مع الوالدين كذلك عندها ثقافتها وعندها جوانبها الاخلاقيه. قال المعاملات على المستوى الانساني عندها كذلك عندها ثقافتها الانسانيه وعندها عندها يعني خلفيتها الانسانيه. من ذلك ان المعاملات ككل عندها خلفيتها، عندها ثقافتها التي تاخذ بعين الاعتبار، وتكون هذه الثقافه خاصه بكل نوع من الانواع. قال في الجانب السياسي عندها جوانب الثقافه السياسيه، في الجانب الاخلاقي عندها جوانب الاخلاقيه، في الجوانب المصرفي والاقتصادي عندها جانب الثقافه المصرفيه والاقتصاديه، في الجانب التجاري نفس الشيء، الثقافه التجاريه والخلفيه التجاريه. ودائما قلنا هي انها اتخاذ القرار المناسب وما يتخذ القرار يجيش بعفويه، ياتي بعد ربما دراسه، بعد تمحيص، بعد هذا ما لدي. ربما نترك الكلمه لاخرين. نعم، شكرا الاخ عبد السلام من قسنطينه. الاخ نوري تفضل اذا ممكن هو انه تضيف بعض الامور المتعلقه ب أنواع نتاع المعاملات قبل ما ربما تأخذ الكلمة الإخوة اللي راكم تتصلوا بي عن طريق الفيسبوك. الأصل في البث هو عن طريق الإذاعة نتاع وطني، ولكن فقط أنا حبيت على جل باش ندير البث هذا المباشر على الصفحة نتاع الفيسبوك حتى أمكن الإخوة والأخوات اللي راهم يتابعوا فينا من الجزائر، سيما من الناس اللي ما عندهمش الانترنت. هذه في الحقيقة أنا مازال ما دخلت ليش في راسي، ما عندهمش الانترنت، ولكن دارين لهم أبليكاسيون يتابعوا عن طريق الفيسبوك، ربما مرابطينها بالواي فاي، مانيش عارف أنا هذه الأبليكاسيون اللي دارينها. القانون هذا اللي راهم دايرينه لهم في الجزائر. المهم حبيت على جال باش نمكنكم برك فقط باش تتابعونا مباشرة على الصفحة نتاع الفيسبوك، ولكن البث المباشر الأصلي هو عن طريق الإذاعة نتاع وطني. المهم نشكركم على الاهتمام وعلى المتابعة، وإن شاء الله في المستقبل إن شاء الله نحسنوا من هذا البث هذا.
إذن الأخ نوري، إذا ممكن هو أن تضيف بعض الأمور المتعلقة بالأنواع نتاع المعاملات. فيما يخص السؤال تاع الانواع، كنت تكلمت من قبل اخ نور الدين، ربما تقصد يعني السؤال تاع ثقافه وفقه المعاملات. نعم، تفضل الاخ نوري. نعم، هو يعني اضافه الى ما تفضل به الاخ اسلام سابقا، اكيد انه توجد يعني ثقافات وفقه للمعاملات هي التي يعني تسير وتتطور وتتغير مع مرور الزمان حسب يعني متطلبات وضروريات وحاجيات وأهداف وطموحات، وكل الطموحات التي يعني يتطلع إليها الإنسان، هذا إن لم تكون تخالف المبادئ والقيم والأخلاق التي تناسب كل مجتمع. يعني يوجد، إذا تكلمنا نحن على المجتمع الجزائري كمجتمع خاص، يوجد قسم بالكامل من علوم الفقه الإسلامي عندنا نحن كمسلمين يسمى بعلم فروع الفقه، وينقسم بطبيعة هذا الفرع من الفقه إلى قسمين. هناك قسم يختص بفقه العبادات، وقسم آخر يختص بفقه المعاملات. إذن في فقه للمعاملات، والمجال هذا المجال العلمي الذي يختص بفقه المعاملات يدرس ويهتم بالأحكام الشرعية العملية التي يعني تشمل كل الأحكام المدنية، وتشمل يعني فقه الأسرة والحدود والعلاقات بين الحاكم والمحكوم والأحكام والعقود والمعاملات الصحيحة والفاسدة. وهناك كذلك مواضيع فرعية أخرى يختص بها ويهتم بها كالإرث وقسمة التركات والبيع وأحكامه، النكاح وأحكامه، الحدود وأحكامه، يعني كل ما يصدر ذلك من جرائم من أنواع السرقة والتجسس والبغي وما شابه ذلك. إذن في الواقع هذا الأمر يشير إلى وجود فعل، وجود فقه للمعاملات من الجانب النظري بشكل يعني بشكل متكامل، بشكل يعني يهتم بجميع الجوانب والميادين الخاصة بالمجتمع الإنساني والعلاقات الإنسانية. وفي الأساس هذه المعاملات، هذا فقه المعاملات الموجودة في فقه المعاملات هي معاملة جد راقية، جد راقية إذا ما نظرنا لها وأدركنا نصوصها المسطرة والمضبوطة وتمعنا فيها من خلال المفهوم النظري المأخوذ من شرائع ديننا الحنيفة. وقد تكون كذلك، بالرغم من أن تكون هناك نقائص، هناك اختلافات، هناك عدم وضوح، هذا شيء آخر، ولكن في الواقع هي موجودة بنا تخصنا نحن كمسلمين، بالرغم من أن الكثير منها قد يتناسب حتى فقه المعاملات لدول غيرنا، لدول حتى غير إسلامية، كشهادة الزور مثلا وكالقذف أو ما شابه ذلك. ولكن يبقى المشكلة المطروح هي كيفية ترويج وكيفية تفعيل أحكام فقه المعاملات المسطرة عندنا في النصوص. وهنا تكمن الثقافة، ثقافة المعاملات هنا تدخل. يعني المشكلة احنا عندنا ليست في عدم وجود فقه للمعاملات، ولكن في عدم وجود ثقافة لفقه المعاملات المسطرة عندنا في النصوص، عندما نتكلم بطبيعة الحال عن المجتمع الجزائري. نعم، المجتمع الجزائري يغلب عليه الطابع الإسلامي، بالتالي أحكامه كما ذكرنا هي موجودة. أخ نوري، سمير من أمريكا يقول لك المعاملات في الفقه يقصد بها أحكام البيع والشراء والإيجار وغير ذلك مما يكون المال الوسيط بين المتعاملين، والله أعلم. هو حسب رأيي والله أعلم، هو كل بطبيعة حالها الآن احنا ما راناش بصدد يعني التمعن والدراسة لفقه المعاملات. هذا فقه، هذا علم خاص. نحن نتحدث بشكل عام، بشكل عام يعني لو نجيو ندخلوا في الخصوصيات نتاعو،
فيه كثير من الاحكام وفيه والناس اللي هم يعني دارسين هالموضوع عاملين لربما نديروا عليه ندوه وما نكملوش. نعم. نتكلم على السطحيات وهم وهي فقه المعاملات هي ما موجودة فقط في البيع والشراء، موجودة في 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 كثير من الأمور وعلماء يعني دارسينها ومنصوصة أي واحد يقدر يدرسها، موجودة في الكتب وموجودة في النصوص. ولكن احنا أريد أن أشير وأقول أن المشكل هو أن الثقافة تاع المعاملات يعني ما موجوداش في الواقع، ما لا تمارس، لا نسمع بها قليلا، وهذا طبعا مشكل آخر، لأن المجتمع الجزائري كما ذكرنا يغلب عليه الطبع الإسلامي، بالتالي الأحكام تاعو مرتبطة مباشرة بفقه المعاملات الآتية من ديننا الحريف يعني من عقيدتنا، وبالتالي النصوص والأحكام المدنية عندما نرجع إلى النصوص والقوانين والدستور المتعامل فيها في الإدارة وفي السياسة وفي المؤسسات هي بشكل واضح هي جلها غير ذلك، غير المعاملات الموجودة في 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 الفقه الإسلامي في فقه المعاملات. بالتالي هنا يكمل المشكل، هنا أنه تبقى هذه الفقه المعاملات تبقى هي غير ثقافة واردة، لأن النصوص المتحكمة السلطوية لا تسمح باستمرارية هذه المعاملات وبممارستها وتبقى مجمدة، وعندما تبقى مجمدة فبطبيعة الحال لا توجد هناك ثقافة للمعاملات الخاصة بنا التي ذكرناها المرتبطة بفقه المعاملات في ديننا الحنيف، وبالتالي لا تنتشر ولا تسود وتغيب بما يسمى ثقافة المعاملات المرتبطة بفقه المعاملات في شرائعنا وديننا الحنيف. هذا ما أردت أن أقوله في هذا المجال. نعم. شكرا أخي نوري من إسبانيا. إذن الإخوة والأخوات نحن على المباشر اليوم سبت 2 جويلية 2016، الموضوع تاعنا اليوم هو حول المعاملات في الجزائر والتغيير. الإخوة اللي راكم متواجدين على سكايب، الإخوة سمير من أجلك عشنا وطني شكرا، الأخ تونسي أنت يا ترك وحدك، أخ سمير، الأخ ننسخ لك المحاور تاع الندوة مش مشكلة دوك نبعثوهم لك يا سيدي. الأخ محمد هذا وين شكرا، الأخ مصطفى وعليكم السلام شكرا، بارك الله فيك ربي يحفظك وربي إن شاء الله يعطي لك ما تتمنى وربي إن شاء الله يشافيك وربي إن شاء الله يلاقينا بك في أقرب فرصة إن شاء الله. الأخ منير وعليكم السلام ورحمة الله، أخ منير السلامي، الأخ أمين شاوي وعليكم السلام، أخ حمزة شكرا. إذن الإخوة والأخوات نحن على المباشر اليوم السبت 2 جويلية 2016، الموضوع تاعنا هو حول المعاملات في الجزائر والتغيير. عندي عدة برامج راني نسير فيها على الجهاز تاع الكمبيوتر بالإضافة إلى الهاتف والمتابعة على صفحة تاع الفيسبوك. إذا كان ما جاوبتكمش والله ما تقلقوش منا. الأخ عبد السلام إذن من قسنطينة، الأخ عبد السلام بعد ما عرفنا الآن تعريف نتاع المعاملات والأنواع نتاعها، وقلنا من أنه المعاملات عندها ثقافة وعندها فقه، كيفاش هو الواقع نتاع المعاملات في الجزائر؟ هذه اللي كنا نتحدث عليها كامل. والله يا أخ نور الدين سؤال سؤال هذا هو الواقع. أنا باري لأن هو الآن ربما نحاول بان نحدد المعاملات وش المعاملات اللي نقدر نتكلم عليها، لأن إذا كان نهضروا على المعاملات داخل الأسرة راح تدير كتب وكتب تتكلم على المعاملات داخل الأسرة، وما راح يظهر الآن من آفات اجتماعية ومن من من سوء المعاملة سواء كان ربما من بعض الآباء تجاه الأبناء أو من أبناء تجاه الآباء أو من الزوجات تجاه الزوجات أو من الزوجات تجاه الأزواج.
يعني لو فتحنا هذا يعني مجال تاع المعامله داخل الاسره، يعني نتكلموا كتب وكتب، ما نقدرش ربما نقدروا نحصيو او يعني نتعمقوا اكثر في هذه المعاملات. لو نتكلموا عن المعاملات قال السياسيه، يعني المعاملات السياسيه سواء بين السلطه والاحزاب او بين الاحزاب رؤساء الاحزاب ومناضلي الاحزاب او بين الاحزاب كمنظمات والعامه من الناس، يعني راح كذلك نتكلم كتب ومجلدات حول هذه المعاملات. لو نتكلم عن المعاملات بين الافراد، يعني كافراد، سواء كان الافراد ما بينهم كافراد، يعني كجيران، كمواطنين، كمواطنين اتجاه الاداره، كمواطنين اتجاه الاحزاب، كمواطنين اتجاه المؤسسات، راح كذلك يعني راح نتكلم قال المعاملات في الشارع داخل المؤسسه، نعم داخل المسجد، حتى داخل المسجد يعني راح نتكلم على راح يعني لا تكفينا الكتب والمجلات، بنتكلموا على لو نتكلموا عن معاملات المؤسسات، يعني كمؤسسات بين بعضها، مؤسسات اداريه مع المؤسسات الاقتصاديه مع المؤسسات البنكيه اللي راح موجوده عندنا، يعني راح يعني كامل في الاسره، في النوادي الرياضيه، في الملاعب، في الشارع، في المسجد. اكيد اكيد، ولكن يعني كاين هناك منطلق اساسي يبدو نركزوا عليه، وهي يعني ان الانسان يكون متكون، لان احنا دائما يعني كناس عاديين نرجعوها الى نقولوا هذا متربي ولا مش متربي، يعني قال غدوه ما عادش يتصرف اخلاقيا ولا ما عادش يتصرف اداريا ولا ما عادش يتصرف سياسيا، نقولوا نرجعوا دائما الى قال تربيه الانسان ولا حاجه. يعني كاين هناك مبادئ اساسيه في التصرف، كاين مبادئ اساسيه في التصرف اللي احنا نسميوها عند الاجتماعيين او عند علماء الاجتماع يسميوها التحضر، يعطوا يقول لك هذا الانسان متحضر ولا مش متحضر. يعني عند ربما الناس المتدينين ولا يعني عند الناس المتدينين يقول لك هذا متدين ولا مش متدين. عند الناس التربويين يقول لك هذا انسان متربي ولا مش متربي. يعني ولكن بصراحه بصفة عامة نعم يعني شيء مؤسف، ولحقنا إلى واحد المرحلة يعني من سوء المعاملة. كي نقول سوء المعاملة ما ناخذوهاش من جانب أخلاقي فقط، يعني من جانب إداري، من جانب اقتصادي، من جانب تجاري، من جانب يعني من تصور أنت يعني في رمضان الكريم، يعني في عندنا يعني في البلدان المتحضره عندما تكون موسم ديني الناس ماذا بها المجتمع كامل يفرح، مع ذلك تخفض الاسعار، يعني تكون هناك مساعدات، هناك يعني في الان هنا في رمضان، في بدايه رمضان تجد الاسعار ترفع، يعني الانسان يتصرف في رمضان، التاجر عندنا بعض هنا التجار يتصرف في رمضان وكانه يعني فرصه للارباح، يعني لكثره يعني للارباح الوفيره، يعني هذا التصرف انا يعني المعامله يعني قلت قبيل يعني في المطلق قلت انا ان المعامله هي التصرف. هذا التصرف لهؤلاء التجار في بدايه رمضان انا بالنسبه لي تصرف غير اخلاقي، ما عنده حتى علاقه بالدين، يعني لان اذا كان شهر رمضان شهر رحمه وشهر يعني كرم، يعني وين المسلمين كامل يعني فيه الانفاق وفيه الرحمه بين المؤمنين، نجد هناك طبقه او فئه من التجار ترفع الاسعار. لماذا؟ لانها تفكر تفكير تجاري بحت، تفكير زياده الثروه، وما تفكرش الجانب المتعلق بالجانب الرحمي. هذا مثلا فيما يخص يعني رمضان. يعني ومثلا حتى في الجانب السياسي قال يعني رمضان، ناخذ دائما المثل اللي هو ما دام اننا في شهر رمضان، يعني تصورت يعني كان من الاجدر على الناس السياسيين في هذا الشهر يعني 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 تكون في قلبها شيء من الرحمه، لان يعني كل المسلمين الناس كل تقدم التحيه بقدوم شهر رمضان، على الاقل في هذا الشهر هذا الناس ربما يكون فيه نوع من التسامح، نوع من
من نجد يعني حتى في السلوك تاع بعض السياسيين او التصرفات، ما دام قلنا ان المعامله، قلت ان المعامله هي التصرف، اذا قل تصرفات السياسيين في هذا الشهر هي عاديه وكانها في غير رمضان. نعم. معنى ذلك يعني التصرفات هي تصرفات عاديه، ربما اكثر، ربما يعني التراشق السياسي زاد في رمضان اكثر من اكثر من من اكثر مما هو خارج رمضان. يعني معنى ذلك يعني التصرفات بتصرفات او هذه المعاملات هي معاملات غير حضاريه، غير سياسيه، حتى بلغه سياسيه غير سياسيه. اذا كانت رئيسه او ميركل في المانيا عندما جاء شهر رمضان يعني تخفض الضرائب على المسلمين بيحفظوا، هذه معامله يعني بالنسبه لي يعني عباره عن معامله، تخفض الضرائب على المسلمين بيحفظوا الاسعار يعني المسلمين يعني يعيشوا في اجواء تاع رحمه يعني في ممارسه طقوسهم الدينيه في هذا الشهر. احنا المسلمين ما كانش هذه التصرفات سواء عند السياسيين سواء عند التجار سواء عند العامه. روح الان اخرج للشارع في شهر رمضان هذا، راه تشوف التصرفات الناس يعني، ويقول لك حكم عليه رمضان. كيف يحكم عليه رمضان اذا كان حكم عليه شربه شربه ولا الدخان؟ يعني اذا نشوفوا هذا يعني ما نقدروش نحسوا النظيم، يعني ربما انا خذيت مثل لان مرتبطه بشهر الكريم شهر رمضان تكلمت عن التصرفات وهذه المعاملات داخل، ولكن بنحدد المعاملات في الجزائر يعني في جميع المجالات، مجال اداري، مجال اقتصادي، مجال يعني اي مجال تتطرق ليه راح تالف الكتب والمجلدات على التصرفات وعلى المعاملات. هذا ما لديهم ربما نترك الاخوان. نعم شكرا اخي عبد السلام. تفضل الاخ محمد من الجزائر. مرحبا بك الاخ محمد. اخ محمد نحن على المباشر. اخ محمد تفضل. الو الاخ تونسي مرحبا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. واهلا بكم رجال تاعنا من داخل الجزائر وخارج الجزائر. الله يسلمك. ورمضان مبارك ان شاء الله، وربي يتقبل منا صالح الاعمال. امين. ويغفر لنا ويرحمنا ويعتقنا ان شاء الله من النار في الاواخر هذه تاع رمضان. امين. وبشرى ساره ان شاء الله للمولود الجديد على المباشر في اذاعه وطني ونصرات المصالحه الجزائريه. وان شاء الله هذه بدايه خير، وهذه بدايه معاملات جديده تجسد الثقة بين العاملين والصاهرين على هذا المصالح هذه إن شاء الله. هذا الدليل على أنه المصداقية والصدق في المشروع تاع المصالح هذه. يعني أي إنسان جات يدير خير وحاب يدير الخير رايح يوضح الأمور أكثر فأكثر. وأنت الله يبارك لك ما خطيت والو حتى زدت تاع المباشر. فهمت، وهذه راهي بشرط خير ان شاء الله فيها. لا اخويا المباشر هذا رانا فيه غير من اليوم ولا من النهار اللي بدينا وحنا على المباشر. هو حتى الناس لو كيعودوا يسمى ما كانش احتكار. لا 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 فقط شوف نقول لك اسمح لي فقط برك على جل باش نوضح هذه المساله. شوف الفيسبوك هذا راه لم يفتح اليوم. فيسبوك راه كان فيه البث المباشر، ربما كاينين بعض الناس هذا راه مكتشفوا البث المباشر. البث المباشر راه كان موجود منذ نشاه الفيسبوك. وش هو تولهت ان الواحد المساله يعني ما كنتش يعني داير لها اهتمام هكذا. كانت تتصل بيا واحد الاخت هكذا من العائله وكانت تقول لي باللي راها ما عنديش الانترنت بصح راني نقدر ندخل فقط على الفيسبوك، ما دخلليش راسي انا. من بعد لما بحثت انا في المساله لقيتها صح باللي راهم دايرين لهم مانيش عارف انا هذا فوري ولا مانيش عارف انا ولا اريده ولا مانيش عارف هكذا اجونس هكذا نتاع الانترنت دايرين لهم ابليكاسيون يقدروا يدخلوا فقط للفيسبوك.
إذن هما ما يقدروش يتبعوا الإذاعة. قلت أنا لما لا، مادام هذا الإخوة هذو راه عندهم غير فقط هذه الابليكاسيون هذه، يقدروا هما يتبعوا الفيسبوك، إذن ندير لهم البث على الصفحة نتاع المصالحة باش يقدروا هما يتبعوا المسألة. هذا هو الشيء اللي قلت لك أنا، راهو يزيد كما نقولوا في التوسع ويزيد في الثقة، حتى الناس اللي ما يقدروش مثلا ما عندهمش إمكانيات باش يلحقوا السكايب ويلحقوا كذا، راهم الفيسبوك راه متاح للجميع. نعم. السما انت لحقت حتى ما خليت وين تلحق، كيف ما كاين حتى نلحقوا القناة ان شاء الله. ان شاء الله. حتى نلحقوا القناة ان شاء الله ويكون البث يعني ما شاء الله. ان شاء الله. المهم المهم صبرني برك، صبرني اخ تونسي، صبرني برك لحظة. ناخذ شويه من وقتك، معذره الاخوه اللي اتصلتوا بيا مباشره على السكايب. المهم على باليش انا بالك اكثر من 200 واحد، ما نقدرش ندخلكم للاسف الشديد. عندي يد واحده راكم تشوفوا فيها، ما نقدرش ندخلكم ضربه واحده. نفعل الحسابات نتاعكم بالواحد، لانه تقريبا اكثر من 100 واحد والله. هاكم تشوفوها المباشره باش تشوفوا، باش تقولوا باللي اصبروا ندير لكم الاخر، باش ما نقدرش راكم تشوفوا. هذه كلها حسابات يعني جات هكذا مباشره ضربه واحده، هاي كلكم تشوفوا فيها على المباشر، كلها حسابات هذه لازم نفعلها ضربه واحده، كلها حسابات غير مفعله، ما نقدرش ندخلها، لازم ندخلها بالواحد. ما نقدرش للاسف الشديد. اللي راهم متواصلين مستعملين اللي راهم في الحساب هاكم تشوفوا فيهم كيف اللي راهم موجودين في الحساب. اذا ما نقدرش ندخلكم مره واحده هكذا للحوار. نحاول ان شاء الله هو انه نضيف بعض منكم، وربما ان شاء الله في فرص واحده اخرى اذا كان لقينا امكانيات اكثر، نحاول هو انه ندخل اكبر عدد ممكن من الناس. اذا اعذروني، نحاول ان شاء الله هو انه ندخل اكبر عدد ممكن منكم باش ان شاء الله تساهموا معنا في هذا النقاش. تفضل الاخ تونسي ونجي لك الاخ نتاع باتنا. تفضل. بارك الله فيك الاخ نوردين، والحمد لله تشوف يعني ناس متعطشين الامور هذه. واش ني كاين عوائق اعلاميه غير ما تخليهمش باش يوصلوا الاذاعه الوطنيه على السكايب، والحمد لله هو على الفيسبوك. هاك تشوف بعينك سما كاين ناس راه فيها خير كبير ان شاء الله. وهذا داخل في المعامله اخ نور الدين، وهو كل فعل يقصده انسان او شخص مكلف يعني واعي وعاقل ومدرك للامور شراه يدير، يسمى يعتبر التعامل هذا اخلاقي انساني، فهمت؟ والاساس تاعو مبني على الاخلاق والثقه في اي مجال، كما قالها بيت الجماعه وقالها الاخ عبد السلام. الوظيفه اللي ترايح تتعامل معها اسمها تعامل. دوكا كاين تعاملات مثلا في العقود، كاين تعاملات مثلا في العهود، كاين تعاملات حتى في الكلام. مجرد دوكا راني نتكلم معك، انا راني ماخذ على نفسي عهد اني نتكلم معك الصدق. فهمت؟ وانت مصدق لي. هذا تعامل، هذا عهد ما بيني وبينك، وهذا هو اللي راح لنا. دوك حنا كي نقولوا شعوب متحضره وغير متحضره ومثقفه وغير مثقفه، هنا ندخل شويه في الغلط، لان الناس وحنا موالينا وجدودنا اللي كانوا بكري وعايشين حتى تحت الاستعمار كانت عندهم تعاملات بصح فيها الصدق، فيها النيه، فيها الاخلاص، فيها ما كانش الكذب، ما كانش النفاق، ما كانش الرياء. فهمت؟ يتعاملوا مع بعضهم بالكلمه، كيبيع ويتشاروا بالكلمه، يدير له الكريدي بالكلمه. هذه الكلمه هي الاخلاق، هي الثقه، هي العقد. ولهذا ربي سبحانه وتعالى يقول لك يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وواحد الايه واحده اخرى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وفي الايه واحده اخرى يقول لك يا ايها الناس، شوف الناس كل، ماشي حتى نقول المسلمين ولا مش مسلمين، الناس كل، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تعرف هذا هو التعامل. أنت باش تتعامل مع جنس أمريكان ولا الإنجليز ولا فرنسا، أجناس هذه تدخل في المعاملات وتدخل في بناء الصدق. أنا ما تتعاملش معايا بالكذب، ما تتعاملش معايا بالتنفيق، تعطيني وجه وأنت عندك وجه واحد آخر. هنا يدخل فيه
تدخل فيه مساوئ تاع التعامل، هو مخالفة للتعامل الحقيقي. التعامل الحقيقي مبني على الأخلاق، مبني على المبادئ، مبني على الثقة. فهمت؟ أنت كي تمشي وتتكلم معايا خلاص راك متهني، ماشي نقول لك روحك متهني بصح أنا راني نعكس فيك، راني نحفر لك في الزردب. وهذا ولهذا حنا دوك التعامل تاعنا هنا في الجزائر والله ما بين الشعب في بعضها، والله التجار دوك في شهر رمضان والله ذا دخلت فيه النفاق، دخل فيه الرياء، دخل فيه حب الذات، دخل فيه انه اقفز تعيش، دخل فهمت تسرق تعيش، دير الاموال بالربا تعيش، تسرق تكردي على واحد ومع تصليه تعيش. هذا هو القفزه، هذا هو الحوليه، ولا الثقافه في المجتمع تاعنا اللي اريد بها. والله كما نقولوا الفتره الماضيه اللي تسلطت انه الانسان اللي يكذب والانسان اللي يسرق والانسان المنافق والانسان اللي فيه دعاوى الشر كل، هذا هو اللي يؤتمن، هذا هو اللي نعطيه له حنا البوفوار، هذا هو اللي نعطيه له حنا الوسائل، وهو اللي يتسلط على رقاب الشعب. ولهذا الشعب من بعد نور الدين خذا واحد النظره هكذا، واحد الطبعه، ما نقولش كل الشعب لكن اغلبهم خذاوا طبعه انه كي يكذب يعيش، انه كي يروح يمد الرشوه يعيش، انه كي يروح يتعامل بالربا يعيش، انه كي يدير المعرفه في المصلحه الفلانيه يعيش، وكون تعود ما عندكش معرفه ما تعيشش، وكون تعمل ما عندكش دخلات ما تعيشش. ولهذا ولي الطبيعه انه فيها دخلات وكلش يقول لك اش ما عندك معرفه، اش ما عندك بلاصه لديني معرفه. حتى في الباك لو كان في الباك هذا يديروه فيه معرفه، كاين اللي يكتبوا اسمه واتم وما يعديش الباك، مجرد ان يكتب الاسم نتاعو يخرج الاسم نتاعو وراه ربح، ما تعدي لا باك ما فيها لا تزوير لا والو، هذه كل خلايطه برك حبوا يهفونا بلي كاين تزوير. التزوير كاين من بكري، من بكري ما يديروا في التزوير، ومن بكري نعرفوا جماعه اللي طلعوا الباك بلا ما عداوه، واللي راهم يقراوا في فرنسا والخارج بلا ما داروا، بلا ما عندهم مستوى هنا ثقافي علمي، وكاعت عندهم كتاف وعندهم الجاه وعندهم السلطان وعندهم الوزراء وعندهم جنرالاتهم مديرين راياتهم، وتلقاهم بذر ما عندهم حتى مستوى اخلاقي يتستقبلوا في السفراء ويستقبلوا في طيحة قدر. احنا نشوفوا بعيننا احنا ما عندناش مستوى وما عندهم مستوى، وتشوف الاخلاق ما عندهم لا اخلاق لا مستوى، البنات النساء الله المستعان. هذا هو الذكر الشائع في الشعب الجزائري في المستقبل، والشعب الكل يعرفه، الشعب الكل يعرف باللي التعامل هذا اللي رانا نهضروا عليه دوك، هذا التعامل الاخلاقي وتعامل الثقه والتعامل المبادئ والتعامل الانساني، هذا كل والو ما يكزيستيش الا من رحم ربي. كيقول لك تو راك عايش، تو راك عايش، اسمع انت ماكش كيما نقولوا متاقلم مع هذا الجو اللي رانا فيه دوكا، ماكش مندمج، هكذا يقول لك ماكش مندمج. اسمع كي تندمج نور الدين يعني لازم تولي دير هذه الموبقات، هذا دير الخبائث هذه كل تحل في حال باش تولي مندمج في المجتمع وتولي عنصر راك عايش. عندنا راهي الرداء كيما تتكا وتكلمت، الرداء راهي لحقت فوق الشعر، راهي خلاص غمزه ولينا ما في الاسواق هكذا سبحان الله. الرداء في السعر في اللي يبيع يحط لك سلعه وتوالك مسقمه ومن يلوح لك غير الراكاي، حاشا خليق ربي يلوح لك غير اللي ما تسواش، الا من رحم ربي. غير لك عندك معرفه، هيا والله غير تعود عندك معرفه عند الخضار يخير لك، تعود عندك معرفه عند الجزار يخير لك، تعود عندك معرفه عند ذاك اللي يبيع الطش، والله الوسائل الالكترونيه يقول لك اسمع هذه كونترفاسون وهذه صحيحه، هذه شينوا وهذه تايوان وهذه، يولي هو لازم تعود عندك معرفه سينو كلاك بوبي. دز فول صغير سبحان الله، دز فول صغير يروح يقضي لك الفطور تاعك وتعطيه السوارد ويسلك السوارد، يروح شي يكثر في الحم يعطيه الازرق، يعطيه الحم اللي فيه العظم، يعطيه الحم اللي فيه الشحمه. لا سبحان الله، واش هذا؟ واش هذا التعامل هذا؟ هذا التعامل السيء، هذا رانا نتعاملوا في السلبي، في السلبيات. ما كانش الايجابيات نادرا نادرا نادرا، يعني هو كما نقولوا طمس الباطل والخبيث طمس على الحق وطمس على الجود وطمس على الكرم، كرم الضيافه وكرم وراء ذوك كرم الضيافه، كرم الضيافه من المعاملات مرتين، انك تروح تعرض وتعرض شكون اللي في رمضان دوك يعرضوا غير فلان وفلان كالكا، واللي عنده يزيدوا له نور الدين، اللي عنده يزيدوا له الجائزه، وفاز بالجائزه وكرم واعطاه جائزه بمبلغ كذا واعطاه جائزه راح دير العمره، او عنده دين الله وما يحتاجش، او عنده تخمه خلاص راح يتقيا،
ولكن يحتاج هذاك الزوال هذوك الايتام تاع الصح تشوفهم تبكي ما يعطيهمش. اي يقول لك خلينا من هذاك وما ما فيهش فايده او ما تعاملش مع هذاك وما يجيبناش نتيجه او ما تظهرش او ما تفلاشيش ما يفلاشيوش قدام الوالي تفلاشي قدام الوالي قدام كذا ولا تفلاش هذه صورت معاه في هذا والله غير صورت مع الوزير فلاني والله غير جا الوالي فلاني وصورت معاه وهذاك اللي يتعامل بالخير وهذاك اللي فيه الخير بزاف بالذات ما يروحش ليه ما يطلش عليه والله العظيم غير كاين من الناس غير استغفر الله يا ربي لا ما يستفادوا من رمضان تاعهم هذا الا من الجوع والعطش عندهم تخمه غير ما واش راح نقول تشوفك تشوف بعينك تشوف الرد تاعك تشوف وان شاء الله احنا نتمنى وان شاء الله ربي يجيب لنا ناس خير اللي كيما عبد الرحمن بن عوف اللي قال لهم انا نعتوا لي السوق وكيما عثمان بن عفان اللي كان يجهز القوافل هكذا نحوس على الناس حنا لان الحياه تاعهم غدوه ماشي هنا اما هذه حياه عبور وغدوه هي الحياه الخالده والناس تايهين في متاهات ويخيبوا روحهم يخدوا ويخيبوا روحهم الله المستعان بارك ربي بك يستر بارك ان شاء الله وربي أمين. يعطيكم العافيه ان شاء الله وربي يتقبل منكم الصيام ان شاء الله أمين. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شكرا الاخ تونسي الاخ سمير من امريكا اذا كنت تحب تجي تفيدنا بالمشاركه نتاعك مرحبا بك الاخ عبد الرزاق اللي دخلت معنا الان من باتنا مرحبا بك الاخ عبد الرزاق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وهذا وين عرفتك يا خويا الله يبارك فيك واش راك والله الحمد لله واش راك مع رمضان والله لاباس صافي الحمد لله رانا في نعمه الحمد لله سيدي ربي ان شاء الله يدوم عليكم من النعمه الاخ عبد الرزاق الموضوع تاعنا اليوم هو حول المعاملات في الجزائر تفضلوا الإخوة نوري والأخ تونسي والأخ عبد الرزاق عبد السلام من قسنطينة يعني أفادونا بما يمتلكون من معلومات حول تعريف نتاع المعاملات والأنواع نتاع المعاملات وهل ترى فيه فقه للمعاملات الآن رانا نتحدثوا على الواقع المعاملات في الجزائر وش هو الواقع نتاع المعاملات في الجزائر كي نقول المعاملات يعني كلها سواء المعاملات التجارية المعاملات الإنسانية المعاملات السياسية إلى غير ذلك من الأنواع تاع المعاملات والله في الحقيقة كنت نستمع للأخ نوري والأخ عبد السلام القفنطينة والأخ عبد العزيز التونسي والحرارة اللي يتميز بها يعني ما خلوناش يعني واش هامش أننا نتكلموا فيه في هذا الموضوع مشكورين يعني وهو إسهام بسيط يعني أحاول أن أقدمه في هذه المجلة ما لاحظناه في مجتمعنا منذ فترة طويلة أن الفرد نجده غالبا متذمرا من المعاملة التي يتلقاها سواء من طرف الإدارة أو مثلا طالب يتلقى معاملة سيئة من طرف الأستاذ أو المواطن من طرف الشرطي أو العدالة إلى غير ذلك لكننا في نفس الوقت نجد هذا الفرد المتذمر والذي يتميز بروح النقد وله قدرة عجيبة على تحليل الأوضاع وانتقادها نجده بمجرد تموقعه في أحد هذه المراكز الاجتماعية سرعان ما يتصرف بذات الأساليب وكأنه يسير ضمن يتأقلم داخل ذلك النظام ولا تفرق بينه وبين الأشخاص الذين أو الأفراد الذين كان ينتقدهم من قبل هذا من جهة هي في الحقيقة المعاملة تبدأ من الأسرة لتنتقل إلى المعاملة بين الجيران ثم إلى المجتمع بصفة عامة لكن فساد المعاملة من أين يبدأ؟ يبدأ من فوق يعني يبدأ لأنه كلما كان الإنسان في مركز قوي وله قدرة على التأثير في المجتمع كان صلاحه مؤثرا وكان فساده أيضا مؤثرا أشد التأثير صحيح. في هذا المجتمع فعملية البناء قد تبدأ من فوق ولكن أيضا تبدأ من الأسفل لكن أيضا تصدق المقولة التي كان يعني بعض الإخوة يرددونها من قبل
إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كلما كان الإنسان الذي في يده السلطة كان صالحا أصلح هذا المجتمع، ساهم في إصلاحه يعني بشدة، وكلما كان فاسدا كلما أفسد، ساهم كثيرا في إفساد هذا المجتمع. أظن أن ما مر به مجتمعنا من مرحلة عصيبة غيبت الثقة بين الأفراد، وجعلت هذه المعاملة يطبعها الجفاء وتطبعها القسوة والحذر من الآخر وانعدام الثقة يعني بصفة عامة، ويطبعها كذلك الجانب المصلحي الضيق. في رأيه يعود الخلل في التكوين النفسي والتربوي للفرد منذ البداية، يعني بعدم الجمع بين التصور والقناعة وبين الممارسة على أرض الواقع. الإنسان نعلمه وكأننا نلقنه الأخلاق وكأننا نلقنه المعاملة الحسنة تلقينا على مستوى التصور، لكن لا يعني لا ترافق هذه التصورات وهذه هذا التلقين لا يرافقها ممارسة على أرض الواقع. أما على المستوى المجتمع فإن غياب القدوة الحسنة، بمعنى غياب نماذج صادقة ومخلصة مؤثرة أو كونها مغيبة، يعني ليست هي التي غابت لكن غيبت من الساحة بتهميشها وعدم إنصافها من قبل المجتمع، هذا الأمر جعلها تعيش من زاوية ويصيبها الإحباط واليأس ولا تستمر في العطاء وفي التأثير الإيجابي في المجتمع. هناك أيضا ملاحظة، هناك مفارقات عجيبة في مجتمعنا. في الوقت الذي نجد فيه مظاهر فعل الخير من قبل مثلا منظمات المجتمع المدني، خصوصا في السنوات الأخيرة من خلال مثلا مطاعم الرحمة في شهر رمضان، كفالة اليتيم، زيارة المرضى، مساعدة المحتاجين، هناك نوع من اليقظة يعني، لكنها يعني محتشمة، جد محتشمة. في نفس الوقت لكن في نفس الوقت نجد نفس هذا المجتمع يعيش كما تفضل الأخ عبد السلام، يعيش غلاء الأسعار ومظاهر العنف التي تؤدي في بعض الأحيان إلى جرائم القتل لأتفه الأسباب. ربما الإخوة المشاركين لديهم يعني قدرة على أكبر على تحليل هذه الأفكار وهذه الملاحظات التي في الحقيقة يعني لم أجد لها التفسير يعني الكافي والشافي. وأشكركم على إتاحة الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد الرزاق راهو قريب عندكم الفطور ولا؟ قريب إن شاء الله، نعم بقات حوالي 45 دقيقة. إيه مازال 45 دقيقة مازال صاحب. نعم إن شاء الله. ربي يبارك فيك، شكرا اخي عبد الرزاق. اذا تحب تبقى معنا فقط طفي الميكروفون. الاخوه اللي راكم تتواصلوا عن طريق سكايب، عن طريق الفيسبوك، المهم بامكانكم هو انه تشاركوا معنا. راني نقرا في التعليقات نتاعكم مره على مره، ولكن ما نقدرش نجاوبكم كتابه، ما نقدرش انا نجاوبكم كتابه لانه كما قلت لكم راني نسير في الامور وحدي. شكرا الاخ الكريم. صحف تركي انت ثاني، اخ تركي منين؟ الاخ تركي من البرج ولا منين؟ اذن نحن على المباشر، الموضوع تاعنا هو حول المعاملات في الجزائر والتغيير. راني نقرا في التعليقات نتاعكم وما نقدرش نجاوبكم كلكم لانه راني نشط في نفس الوقت نقرا في التعليقات نتاعكم. والاخوه راهم من الاغواط، اخويا تحياتنا للناس الاغواط. كان النقمه نتاع تركيا راه موجوده عندنا في البرجه. موضوع تاعنا الاخ الكريم حول المعاملات في الجزائر والتغيير. الإخوة اللي فقط التحقتوا بنا الآن على صفحة نتاع الفيسبوك، البث المباشر الحقيقي هو على الإذاعة نتاع وطني، ولكن حتى باش نمكن الإخوة والأخوات باش يتابعونا من الجزائر، سيما اللي عندهم فقط الابليكاسيون هذيك نتاع
الفيسبوك درت البث المباشر على الأخ منير. ربي يبارك فيك، شكرا للأخ منير وكل الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا من أمريكا. بارك الله فيك أخ أمين. كيف كيف، شكون أنا؟ أنا هو مازال في 2016، شكون أنت يا أخي؟ سأعرف طرك هذا وش نقول لك. الأخ العماد، الموضوع قلت هو حول المعاملات في الجزائر، معاملات كلها، المعاملات السياسية، المعاملات الإنسانية، المعاملات كلها، المعاملات بشكل عام. احنا رانا نناقش في الموضوع نتاع المعاملات. إذن نحاولوا أن نضيف بعض الـ ربما النقاط في هذا المحور حول الواقع نتاع المعاملات في الجزائر. للأسف الشديد نظريا الشيء اللي كنا نتحدث فيه هو أن المعاملات تتطلب فقه وتتطلب علم وتتطلب دراية، ولكن للأسف الشديد في الواقع الجزائري نتاعنا المعاملات نقوله تروح تلقى الإمام يخطب في المنبر يقول لك الدين المعاملة، صح والله مش صح، كل الناس تقولها، ولكن شوف راه الآن في رمضان نشوف المعاملات نتاع الناس، ابداها من الفرد، مر على الأسرة، ومر على المؤسسات المختلفة سواء كانت سياسية ولا إعلامية ولا ثقافية ولا تربوية والله سياسية وإلى غير ذلك. راح شوف المعاملات في الأحزاب، شوف المعاملات في الشارع كيفاش المواطنين يعاملوا بعضهم البعض، شوف المعاملات، يعني هذا الأنواع نتاع المعاملات كلها سواء معاملات إنسانية ولا معاملات شخصية ولا معاملات دينية ولا معاملات اقتصادية ولا معاملات إعلامية، ولا كل في كل في كل المجالات، يعني في كل مجال شوف المعاملات. معاملات مع الأسف الشديد تروح تشوف مثلا درك هذا الناس اللي درك راهم في الغرب باش فاتونا، تروح مثلا المركز التجاري نعطيه غير فقط مثال. هذاك النهار كنت في السوق، في السوق هكذا يعني يومي، ما لو كان واحد من الإخوة جزائري يبيع في السوريز، يعني هذا كمثال برك. الأخ هذاك الجزائري جا قدامي باش يشري شوية نتاع سوريز، كان هو والزوجة نتاعو. ملا لما جا يشري قال له هذاك الجزائري اللي يبيع، قال له ما توزنش، قال له أنا اللي نوزن لك. قاعد هو يشوف فيه قاعد يشوف فيه، قال لي يعني شوف لو كان تروح الواحد عند قاوري تهز وحدك انت تخير الحبة اللي تعجبك، بينما هذا الأخ هذا الجزائري هاك تشوف جايب العقلية نتاعو حتى هنا في فرنسا، يعني تسمى باش يوزن لك هذاك السوريز هذاك لازم هو اللي يوزن لك، تسمى هو اللي خير لك ماكش اللي تخير. شاف هكذا قلت له واش تحب دير، قلت له تسمى شري ولا خلي، هذا هو الموجود. هذا كمثال فقط، يعني في مركز تجاري مثلا، في اي مركز تجاري في هنا في فرنسا، في اي مركز تجاري تروح تشري وحدك سواء خضرة او سلعة من اي صنف، سواء نقولوا مثلا تشري انت كتان ولا تشري لباس ولا اي، تروح تشري عندك المكان هذا كنت تروح تقيس، اذا عجبتك اللهم بارك، ما عجبتكش تقلبها. ما نحكيش عن المركز داخل المركز البرا، يعني تخرج بالسلعه تديها للدار تاعك تقيسها، واذا ما عجبتكش ترجع عندك الوسمو اسبوع ولا باش تعاود ترجع. كاين بعض المراكز التجارية لما تشري، انا صرات لي انا شخصيا شريت مرة ديموديلاتور هذاك نتاع البارابول هذاك، اعتقد ست شهر او اكثر، صار له واحد المشكلة هكذا ولا حبس، ديته اعطاه لي واحد جديد. يعني هذا كمثال في المعاملات التجارية، وقس الى ذلك. يعني مثلا في الجزائر، ولما رانا نتحدثوا ما راناش قال زعما رانا نزيدوا حنا على خوتنا، هذه معاملات راكم تشوفوا فيها راي العين، ماناش نجيبوا في حوايج من روسنا. تروح للمرشي تشري حاجه، تروح تعاود ترجع ليه يقول لك ما تعرفني ما نعرفك، شريت خويا الله يسهل عليك، ما تعرفني ما نعرفك.
يا هل ترى هذه معاملات اسلاميه؟ هك شوفوا حنا دوك حنا رانا نحكيو على هذو راهم كفار ومشركين وكذا، ولما رانا نقولوا في هذا الكلام رانا ننقل لكم في اشياء من الواقع، فيهم ربما بعض الاشياء هكذا اللي هما في عندهم عيوب كذا، ولكن في هذه الامور هذه تفاقونا بسنين ضوئيه، وحنا لما رانا نتكلموا في هذه الاشياء المفترض الانسان المسلم صادق في المعاملات نتاعو ما يخونش، المفترض الانسان المسلم ما يغرش خاوته. حنا كيفاش يعني نعطي لكم امثله، هذه مثال واحد، مره في عهد نتاع الصالحين راح يشري عود، يشري عود حصان، لما جاي يشري الحصان هذاك، الحصان هذاك نقوله مثلا بالصرف نتاع الان قال مثلا 500 اورو، مثال 500 اورو، لما جاي يشريه هو هذاك الرجل هذاك تلمو انه مسلم ما حبش يشريه لانه هو السعر اللي لقاه هو في السوق ما دخلتلوش في راسه، موش هذاك هو السعر نتاعو، فهو طلب من هذاك البائع هذاك قال له زيد له في السومه نتاعو، قال له هذاك البائع هذاك شحال تحوس؟ يعني قلت لك 500 شحال تحوس؟ قال له زيد له، ماشي هذه السومه نتاعو، قال له شحال؟ 600 هاي هات 600، قال له لا لا زيد، قال له شحال؟ قال له زيد، ماهيش هذه السومه نتاعو، قال له شحال؟ 700، قال له لا لا، قال له زيد، ايا قال له يرحم باباك الا تشري شري ولا ما تشريش خطيني ما درتش تكسر لي في راسي، قال له لا، قال له والله راني نحوس نشري ولكن ماشي هذه هي السومه نتاعو، قال له شحال؟ 1000 2000 3 4000 شحال؟ قال له زيد مازال ما لحقتش للسومه نتاعو. المهم قعد هذاك يطلع يطلع، من بعد قال له لا، قال له يرحم باباك ما تكسرليش راسي الا كان تشري شري ولا ما تشريش، قال له والله غير حبيت نشري ولكن مش هذه هي السومه نتاعو، حبيت نعرف السومه نتاعو الحقيقيه. قال له شوف، قال له يا اخي، قال له انا نقول لك صراحه، قال له انا على بالي باللي مش هي السومه نتاعو الحقيقيه، ولكن انا راني محتاج راني حبيت نبيعو بارخص سومه حتى باش انا نقضي الحاجه نتاعي. قال له جوستومون، قال له انا كون انني مسلم، قال له انا عاهدت ربي على جل باش ما نخونش المسلمين، قال له لذلك انا راني طلبتك على جل باش انت تمد السومه الحقيقيه نتاعو، ولكن درك مادام راك قلت باللي راك محتاج هاك اعترفت بنفسك باللي راك محتاج. قال له السومه ماش نتاعو، شحال هي السومه نتاعو الحقيقيه؟ قال له السومه نتاعو الحقيقيه مثلا نعطيكم مثال السعر، قال مثلا 10000 اورو، قال له هاي 10000 اورو نتاعو وروح ربي يعاونك. شفتوا هذه معامله نتاع واحد مسلم، حنا يروح قال مثلا كاميرا تسوى 20000 اورو او 400000 اورو مثال، وهو يروح يشريها مسروقه وعلى باله باللي راها مسروقه ويشريها، يروح يشري حاجه يخلي ذاك اللي راهو قال مثلا راهو يدفع في الغرامه وراهو ما عرفش شنو، يروح يشريها هو ببلاش، المهم هو يدي، المهم هو يربح. هل ترى هذه معامله نتاع مسلمين؟ ايه شوفوا في ناس يشريوا في القش المسروق، يشري في تراب مسروق، تراب متنازع عليه، يشري في السماء مسروقة، يشري في الحديد مسروق، ولات حتى الناس تدي في المسروق للجامع مهموش، راه يصدق رايح للحج بالسرقة بالرشوة، معليش امشي برك. اذا رانا بعد بعد السماع الارض على المعاملات الاسلامية، الاسلام راه ما بقى منه غير الاسم للاسف الشديد. المفترض هو انه الانسان المسلم هو انه يكون يختلف على هذ الناس اللي راهم الكفار والمشركين. صار الانسان المسلم صار يامن الكافر والمشرك لانه عارف باللي ما راهوش راح يغدروا، وهذاك اللي راه مسلم على باله به باللي راهو راح يغدروا. المشكله دوك نجيو نحوسوا عليها ونراها. اذا كاين خلل كبير، كاين خلل كبير دوك نحوسوا عليه. يبدو أن الإخوة في الجزائر ربما راهو قرب لهم المغرب، المهم مانيش عارف الأخ عبد السلام خرجت، المهم بإمكانك هو أنه تعاود تواصل معنا
إذا كان راه مازالكم متسع من الوقت فيما يتعلق بالإفطار. وشكرا للإخوة اللي راكم تتابعوا فينا الصفحة نتاع الفيسبوك، راني نتبع في التعليقات تاعكم، بارك الله فيكم كامل. إذا الأخ نوري، نعاود نرجع لك بعد ما درت هذا يعني المداخلة وهذا التعليق البسيط. الآن الأخ نوري، فيما يتعلق دائما بالواقع نتاع المعاملات، مانيش عارف لدرت انت تعليق في هذا المحور ولا لا، باش نمر للمحور اللي بعده. نعم، ربما نضيف بعض الكلام، ولا إذا أردت نربطه مباشرة بالخلل إدارة. لا لا، مازال ما لحقناش الخلل. إحنا الآن درك نحوسوا على هذا الناس اللي راهم يطمحوا هما للتغيير. نعم، وهذا الناس اللي راهم أيضا بيدهم الأمر يعني في الجزائر، من أصحاب القرار هذا ولا المسؤولين يعني من مختلف الأصناف وحتى في الأسرة وفي المجتمع. يعني كلنا ذوك احنا الان نتحدثوا على المعاملات، حتى انه الناس تحدثها مواطن يقول لك الدين والمعامله، تلقاه درك هو مثلا ينتقد عالم او ينتقد سياسي او ينتقد راه واحد مسؤول ويقول لك باللي الدين والمعامله، ولكن هو هامل هذه المساله هذه نتاع المعاملات. يا هل ترى درك هذا الناس درك في المجتمع، يعني درك احنا رانا باش نشخصوا باش نروحوا للخلل، يا هل ترى درك هذا الناس راهم يولون اهميه لهذه المسألة هذه نتاع المعاملات هذه؟ هو أولا بغيت نضيف نقطة يعني في الجانب نتاع واقع المعاملات في الجزائر. نعم. هو في الحقيقة كما ذكرتم وكما ذكروا الإخوة، إذا عدنا إلى الساحة الاجتماعية بصفة عامة. نعم. في مجتمعنا الجزائري نجد أن المعاملات يغلب عليها طابع الاحتقار أو التكبر أو التسلط أو الدوس وعدم مراعاة ومعاناة الآخر الغير. نعم. كما تسمع نسمع هذا الكلام على الشارع يقول لك كثرة الحضرة، هذا المفهوم الذي ينطق به في الشارع عنده هذه العبارة، هذا المصطلح عنده معنى بعيد. لا شك أنه يقصد به يعني بالكلمة هذه تاع الحضرة، يقصد به في جميع المجالات المتفاقمة والمتكاثرة باستمرار، من أساليب التهبيش وغياب الصرامة والجدية في الخدمات الاجتماعية العامة، من خلال التصرفات المؤدية والمتشائمة والمحبطة التي يتلقاها بشكل يومي المواطن، سواء كانت من طرف الموظفين أو المسؤولين أو الإداريين أو حتى من خلال الناس المارين أو الناس الموجودين في الأماكن العامة بصفة عامة. إذن في الحقيقة الأمر في الواقع المعاملات في المجتمع الجزائري، سواء كانت تلك المعاملات في الإطار السياسي الذي وصل إلى أدنى الرداءة، أو في القطاع الاقتصادي الاستثماراتي من إنجازات ومشاريع القليلة حتى ولو كانت قليلة وضيقة وغير صائبة، منها كذلك العشوائية المحبطة والغير المدروسة بجدية، التي هي في الواقع تسيء وتتعامل مع المواطن الجزائر بمعاملة سيئة نظرا لطموحاته وتطلعاته إلى المستقبل. ولكن أنا أردت أن أشير كلامي وأعتني بكلامي في جانب مهم، جانب معين خاص انا اعتبره هو منبع المعاملات الكل، يعني هو اللي يجي من الشر، واقصد بذلك المعاملات الفكريه والمعرفيه، هذا هو منه كل شيء يخرج. اذا يعني هذا هو المشكل، هذه المعاملات اللي عندنا في الجزائر اللي هي تعتبر المنبع الحقيقي لكل المعاملات الاخرى. وعندما اقول المعاملات الفكريه والمعرفيه اقصد بذلك المعاملات السيئه بطبيعه الحال. فهذا الجانب، هذا النوع من المعاملات تضاءلت وتدنت وهي تتسارع في أخذ مجارها المعاكس للمعاملات الراقية التي تعتمد على تنوير وإنتاج الفكر والمعارف الحقيقية. بل وأصبحنا نرى كل مجتهد، كل مفكر، كل باحث، كل مواطن عادي يريد يعني ربما ضحى بسنوات عديدة في مجاله العلمي أو الفكري أو المعرفي، ولما يصل إلى خلاصة، إلى اكتشاف، أو يريد توضيح شيئا ما،
أو يريد يعني إلى ملاحظة أو يريد مناقشة أمر ما بفهمه الخاص، ترى أنه في المقابل يخرج لك حينئذ إنسان أو مواطن يعتبر ربما فاهم أو مفكر، وهو في الأصل كسول خذلان لا يعرف إلا النوم والأكل والشرب، ولا يعتني إلا بأشكاله ومظهره الخارجية، وربما لا يقرأ إلا بعض الصفحات من الكتب، وهو في الأصل لا يفهمها حتى على حقيقتها، وتراه يقلد الزعماء ويحب الزعامة ويتعامل مع هؤلاء المجتهدين الذي يأتون بذلك النتاج الفكري أو المعرفي بالخشونة والغلظة، ويريدون أن يهدمون كل المجهودات الطويلة ولو بكلمة بسيطة أو بمعاملة لفظية هجومية بسيطة يصف فيها ذلك الفرد بأنه خارج عن الملة أو يعني صاحب بدعة أو خارج عن يعني أو علماني أو يعني ينكر السنة أو قرآني أو عقلاني أو يخالف العلماء بالإجماع أو ما شابه ذلك من الأمور. إذن لما أتكلم على هذا الجانب، هذه همجية، هذه معاملات همجية بالنسبة للفكر والمعرفة والنتاج الفكري والعلمي. لماذا؟ هذه المعاملات هي التي تدمر الفكر وتدمر ثقافة النتاج الفكري، وهي بالتالي تعتبر الحاجز والمعرقل القاعدي للتقدم وللتنمية، التي تفتك بحرية الفكر والإبداع، وكذلك تقضي على الأساليب الراقية التي تتمثل في المناقشة والحوار وإقناع الغير بالعقل والمنطق والبيان وما شابه ذلك من المعاملات الصحيحة والإيجابية الأخرى. إذن هذا الجانب، هذه المعاملات التي تستبد الفكر والمعرفة، هذا استبداد للفكر والمعرفة، وهذا النتاج وهذا الأمر ذكره علماء سابقين وتطرق إليه من أنواع الاستبداد الفكري والمعرفي وما يؤدي إليه من بعد ذلك. إذن المعاملات هي ليست فقط بين الفرد والآخر من خلال المعاشرة أو من بين خلال المعاملات القائمة على أساس القرابة والجوار أو العلاقة الزوجية، أو من خلال حتى الكلام الذي نسمعه يوميا من بعضنا البعض ونتعامل به، سواء كان ذلك في المعاملة التجارية أو المعاملة الدبلوماسية أو الإدارية أو غير ذلك، بل المعاملات الحقيقية التي يعني تستطيع أن تهدم الكيان، كيان المجتمع، تهدم الدول بأكملها وتزلزل البناء المعنوي القائم في المجتمع، وأخص بالذكر هنا المجتمع الجزائري، هي تلك المعاملات السيئة التي تتمثل في الميادين والمجالات الواسعة، لا على سبيل الفرد بحسب، ولكن تتمثل على المستوى النتاج الفكري كما ذكرت، لأنه هو يعتبر منبع المعاملات السيئة الأخرى. فهناك بطبيعة الحال هذا الأمر، هناك أناس يعتقدون في غالب الأمر في مجتمعنا الجزائري، يعتقدون أنفسهم أنهم ورثة الأنبياء أو أنهم وصايا على جميع البشر، أو يعني أن لازم على الأفراد الآخرين أنهم يفكرون بمثل الشكل والمنطق الذي يفكرون بهم، ويريدون أن يحشرون عقول الناس في شرذمة من الأفكار التي يعني يرونها هم ويجعلونك يعني تدور في زاوية وفي حلقة معينة. إذن هذا الاستبداد الفكري، هذا القمع الفكري، هذه معاملات سيئة للنتاج وللثقافة، لثقافة النتاج الفكري، وهنا هذا هو المشكل الكبير كما ذكرت. وحتى أن ربما أستطيع أن نقول هذه المعاملات السيئة للظاهرة الفكرية والعلمية هي في غالب الأمر هي متسترة، لا تظهر، هي لا يستطيع أن يراها بشكل عام. نقول متسترة لأنها لا تظهر، وكذلك لأنها ليست لها وجن معين بين نراه، أو حتى أنها لها مدرسة مثل العلوم الأخرى، مدرسة فكرية أو علمية معتمدة معروفة قائمة على فكر التنوير والإبداع والنقد البناء وما شابه ذلك، وإنما يعني هم أغلبها تأتي من عن طريق هجومات وتلفيق من حين إلى آخر
تأتي وتظهر فجأة ثم تختفي، وكأن مهمة هؤلاء الوحيدين هي مراقبة كل فرد جاء بنتاج معرفي أو فكري جديد، ويجب مهاجمته ومحاصرته ومداخلته والتهجم عليه بسرعة من أجل إطفاء كل من يحاول إظهاره أو التلميح إليه أو ملاحظته. نعم، منهم من هؤلاء من يفعل ذلك على جهالة، هو لا يعلم أنه يقوم بمعاملة سيئة تقضي على حرية الفكر وتطمش وتدوس كل مجهودات الإبداع الفكري والمعرفي. وبالتالي ماذا ننتظر من مجتمع تسوده مثل هذه المعاملات الفكرية؟ ماذا ننتظر من مجتمع لما يظهر فيه مواطن أو مفكر يريد أن ينبه بحقيقة أو أن يدلي برأي أو أن يصحح مفهوم أو أن يوضح قضية أو حتى أنه يخالف رأي آخر، فإما أن يتهمونك بالفتنة أو بالأيادي الخارجية أو أنك كافر أو أنك عقلاني. فبالله عليكم، إن لم نفكر بعقولنا فبأي عضو آخر نفكر؟ وأنتم تتلون الآيات وتقولون يوميا أفلا يتدبرون؟ فمن خلال كلامي هذا وجوابي على هذا السؤال المطروح، أردت أن أخصص كلامي في هذا الجانب المعين الهام الذي أنا أعتبره المستنقع الذي تنبع منه كل الردائد انتاع المعاملات السيئة الأخرى، هو المعاملات السيئة تجاه النتاج الفكري والمعرفي والعلمي والذي هو في استمرار وفي تكاثر وتفاقم في مجتمعنا الجزائري. ساده نوع من التكبر، من الغلو، من التشدد، من الانحصار في الزوايا الضيقة وعدم تقبل الآخر، وفي المقابل هناك تسرع في استعمال أساليب القذف والتلفيق بدل استعمال التسامح والحوار البناء والبنان وكل ما شابه ذلك. إذن كل هذا الأمر أرد أن أخصصه في هذا الجانب، ناهيك يعني عن المعاملات الأخرى التي ذكرها الإخوة، يعني هي في الحقيقة مختلفة جلها تدور حول الأساليب الحقيرة كما بين المواطن والشرطي، بين المواطن والموظف الإداري، بين المواطن والمواطن نفسه، بين حتى ما نراه يوميا بين الوالي والموظفين الآخرين من خلال يعني بعض الأمور والقضايا المعلقة، بين رؤساء الأحزاب نشوفوا الآن رؤساء الأحزاب كلهم كيفاش يتعاملوا، بين النواب حتى ذلك ما نراه في البرلمان، بين الجنرالات كذلك الذين كان يعتبرون الكثير منا أنهم القدوة في الجيش، بين أصحاب العهد الرابعة وغيرهم، بين منافسي الحزب الفلاني والحزب الآخر، بين الأعراق سواء كان من الأمازيغ أو العرب أو الشاوية وغيرهم، بين المواطنين المقيمين في القطر الوطني والمواطنين القاطنين في الخارج، بين الجمهور الرياضي في الملاعب. إذن فكل هذه المعاملات السائدة في الجزائر هي غنية عن التعريف، وأصبح المواطن الجزائري يراها يوما بالصوت والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظن أنها غنية عن الذكر. هذا، وأترك الكلمة لك الأخ نظيف. نعم، شكرا الأخ نوري. المهم الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا على الصفحة نتاع الفيسبوك من خلال البث المباشر، أسف جدا وأنه خلاص للاسم الباتري، لذلك اضطريت على جال باش نعود ما نحرمكمش من هذا الشيء اللي تبقى من البرنامج. المهم معذرة، المهم راكم تسمعوا في الصوت، هذا هو المهم. الصورة صورة ربي يجيب. الأخ سمير تفضل. أخ سمير مرحبا بك. مرحبا بك الأخ نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني تدخل صغير برك إن شاء الله نور الدين في هذه النقطة، واقع المعاملات في الجزائر. المعاملات يعني هي تنتج عن احتكاك أي فرد بما حوله، سواء يكون هذا يعني ما حول الفرد أفراد آخرين كما هو، أو يكون حتى مع نفسه، أو كذلك تكون بيئة أو مخلوقات أخرى كالحيوانات. ما لازمش ننساو هذا النقطة هذه. فالواقع حقيقة واقع يعني مؤلم للأسف، واقع المعاملات في الجزائر للأسف أنه مؤلم ومظلم،
يعني مخيف جدا، واقع سلبي. لو ننظر إلى البيئة وهي تتكلم بكل الصور اللي راهي يعني توريها لنا، نشوفوها في البيئة، نلقى البيئة تشكي من تعامل الجزائري معها. لو نشوفوا الجيران في الجوار، نلقى كذلك كل جار يشكي من خوه، يعني ليس فقط ألف يشكي من با، فألف يشكي من با وبا يشكي من ألف، معاملة سيئة حقيقة. لو نشوفوا مثلا المدرسة أو المجتمع بصفة عامة، سواء يكون في المعاملات التجارية أو المعاملات المهنية أو يعني المعاملات في الشارع، كذلك للأسف يعني سيئة جدا. لو نشوف المعاملة بين الأجيال، بين جيل السابق والجيل اللاحق أو العكس، نلقاها كذلك معاملة غير إيجابية وغير منتجة وغير فعالة. لو نشوف المعاملة بين المواطن البسيط وبين السياسي الذي انتخب عليه المواطن وحمله أمانة خدمته، نجدها كذلك يعني جد سلبية، وهي اللي أثرت حتى أصبحت يعني الأمور هكذا تتفاقم وتكون في يعني في على شكل يعني في مرحلة يعني ما تتمناها حتى بلد ولا مجتمع. يعني هذا هو الواقع اللي راني نشوفه أنا. يا ربما عندي واحد القصة هكا سمعت بها، ولكن كانت يعني ربما تلخص كامل الكلام هذا. يا هي قصة حدثت في خلافة أبي بكر. روي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قاضيا على المدينة، فمكث عمر سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان، لم يعقد جلسة قضاء واحدة. وعندها طلب من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إعفاءه من القضاء، فقال أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر: لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه، دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون. فهذه القصة هذه سمعنا بها، وحقيقة نشوف المعاملة كيف أنتجت واحد النوع من المجتمع، يعني لا تجد صفته حتى في 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 اسمه مشروع المدينة الفاضلة، لا تجد صفة كما هكذا. فهذا هو أثر المعاملة بين الناس لما كل فرد يعمل الدور تاعه، يعمل الدور تاعه بالإيجاب وليس بالسلب. ما هو الإيجاب؟ الإيجاب هو كل خلق حميد، هو كل تعاون على البر والتقوى، هو كل شيء إيجابي يخرج من هذا الفرد ينعكس على الآخرين بالاحتكاك، والعكس كذلك أخذ وعطاء. فهنا تنتج تكون معاملة إيجابية، تكون معاملة دافعة خلاقة منتجة مريحة كذلك. وهذا للأسف لا نجده إلا بين أسطر الصفحات، في واقع الجزائر عكس ذلك تماما، بل بالعكس يندر أنك تسمع يعني خلق مليح أو معاملة مليحة حتى يعني تتسارع وكالة الإعلام أن تشيعها، وهي قليلة جدا. يعني أصبحنا نشتاق
إلى قصص أو إلى أخبار أو إلى واقع نشوفوا فيه المعاملات الإيجابية. هذا هو ما حبيت نقول بصفة مختصرة الأخ نور الدين. نعم. شكرا الأخ سمير. صبر ترى نزيدو نعاودو ترى نجربو ترى هذه المرة عن طريق الفيسبوك، لأنه كاين فيه إخوة ربما ما عندهمش السكايب، عندهم غير فقط الخاصية هذيك تاع الفيسبوك، نسيو ترى على جال باش ندمجوا واحد هكذا على المباشر. بالك لعله نخليهم يشاركوا معنا. إذن الإخوة نحن على المباشر، المباشر على بالكم باللي فيه كوارث. يا أخويا معليش، ربي يكون معك إن شاء الله. المهم نحن على المباشر الإخوة والأخوات. الموضوع تاعنا هو حول المعاملات في الجزائر والتغيير. الإخوة راه مجتهدوا، الأخ نوري من إسبانيا، الأخ عبد السلام من قسنطينة، الأخ تونسي من سطيف، الأخ عبد الرزاق من باتنا، وزاد التحق بنا الأخ سامر من أمريكا. راه مجتهدوا وعطوا وجهة النظر تاعهم فيما يتعلق بالموضوع. تفضل الأخ عبد الرزاق، مرحبا بك يا خويا، خرجت يا صاحبي، تفضل. يبدو ما مازال ماكش متحكم في السكايب. إذن نحن على المباشر الإخوة والأخوات. أخ عبد الرزاق شغل الميكروفون. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الصوت مسموع الآن؟ نعم نسمع فيك جيدا، تفضل. أود فقط أن يعني أجيب على السؤال الأخير، الموضوع في على صفحة راديو وطني. ما هو المطلوب منا كجزائريين سلطة ومعارضة ومجتمع مدني القيام به فيما يتعلق بالمعاملات؟ أريد أن أقول بأن على السلطة أن تغير من طبيعة معاملتها لهذا الشعب. الخلل قبل الأخ عبد الرزاق. نعم. خلل كبر لازمنا نحدو الخلل. درك لما نشوفو احنا درك باللي الامام هو يخطب لك يقول لك باللي الدين المعاملة. وحتى يعني كثير من الناس لما يشوف مثلا واحد من مع البليش انا من ما يسمونهم بالاسلاميين، قال مثلا غلط والله، مثلا قال كلام هكذا خاطي طريق، والله في حالة انت غضب، والله هما يستعملوا له هذيك المسألة ضده. ومن بعد قال ودي انت الدين المعاملة، وراك انت يا بعيد انت على الدين. كاين مشكلة، كاين خلل. درك الخلل فيما يتعلق بالمعاملات في الموضوع تاعنا نتاع اليوم، كاين تسمى شيء نسمعوا فيه، شيء نقراو فيه في الكتب، ولكن على أرض الميدان على أرض التجسيد شيء واحد آخر. كاين مشكلة، هذا التناقض اللي راه موجود، هذا الانفصام هذا اللي راه موجود يعني بين النظري والتطبيق. وين راهو؟ وكاين خلل. وين راهو؟ يا هل طرف الإعلام، يا هل طرف الدعاة، يا هل طرف المربين، يا هل طرف الأسرة، يا هل طرف المجتمع، يا هل طرف الحكام. الخلل وين راهو فيما يتعلق بالمعاملات؟ راه كاين الناس اللي يقول لك باللي لو كان يكون الحاكم هو مليح تكون الرعية مليحة. هو الخلل يعني مهما بحثنا سنجد بأن هذا الخلل في الفرد في حد ذاته، يعني في صدق هذا الإنسان. يجب أن نربي أولا أنفسنا على الصدق، وعلى أن تكون تصوراتنا وأفكارنا التي نطرحها يعني يكون سلوكنا مطابق لهذه التصورات وهذه الأفكار. لا يعني هذا شيء لا يمكن أن نلبسه لشخص، يجب أن ينبع من الداخل. الصدق والإخلاص والنية تنبع من الداخل، ما علينا سوى التناصح فقط. ننصح أنفسنا وننصح إخواننا أن نكون صادقين ومخلصين. والمولى تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
هذا هو، يعني يجب أن نصلح، نحاول يحاول كل واحد منا أن يصلح نفسه وأن نربي أبناءنا، ويعني كل واحد من خلال انطلاقا من الموقع الذي يحتله أن يربي الناس، يعني من خلال النصيحة على أن يكون الكلام مطابقا للسلوك على أرض الواقع. أما بالنسبة لي يعني السؤال الأخير الذي كنت يعني ركزت على الحديث بشأنه، فإن على السلطة قلت أن تغير من طبيعتها، من طبيعة معاملتها، وإعطاء الشعب قيمته وقدره وحقه السيد في اختيار من يمثله ويمثله ويقرر مصيره. على المعارضة الحقيقية وليس المزيفة أن تتموقع في وسط المجتمع وأن تمد جسور التواصل بينها وبين الأفراد لتقف على انشغالاته، الانشغالات الحقيقية للأفراد، وأن تكسب ثقتهم لتعيدهم إلى المشاركة الحقيقية والفعالة في الحياة السياسية بعد أن انسحب المجتمع بصفة عامة من هذه الحياة السياسية. وهناك عزوف كبير مثلا في الانتخابات مما فتح المجال لكل يعني من هب ودب ليمثل هذا المجتمع. على منظمات المجتمع المدني أن ترتقي من مجرد الظهور المناسباتي إلى المشاركة الحقيقية في صنع القرار والتمثيل الحقيقي لهذا المجتمع وترقيته والنهوض بمستوى تفكيره واهتماماته، لكي لا تبقى اهتمامات الأفراد اهتمامات منصبة على توافه الأمور، لأنه كلما ارتقى فكر الإنسان كما قال الأستاذ نوري من قبل، كلما أثمر هذا الفكر معاملة حسنة تسود المجتمع بصفة عامة. يعني هذا ما أستطيع قوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخي عبد الرزاق، وصحة الفطرك. الله يسلمك أخي، بارك الله. ربي يبارك فيك. الأخ نوري تفضل فيما يتعلق بالخلل. نعم، هو دائما لما نرجع في حقيقة إلى الخلل وبالنسبة للمعاملات، وكما ذكرنا سابقا أن المعاملات هي في الحقيقة متشعبة ومتعددة ومتنوعة ومختلفة وكثيرة، حتى أننا لا نستطيع أن نحصرها بسهولة. وهي ما دام هي معاملات هي متعلقة بالفرد، هي متعلقة بسلوكيات الفرد، ثم تصبح سلوكيات اجتماعية. ومنها المعاملات كما ذكرنا بين المواطن والمواطن، بين الحاكم والمحكوم، بين الآباء والأبناء، بين يعني في كل مجالات، في كل مدينة، حتى ما بين الإنسان والطبيعة، ما بين الإنسان والحيوان، ما بين الإنسان والأشياء. حتى الأشياء يعني لازم تكون عندها معاملات. الإنسان حتى لو كان عنده شيء، عنده تحفة، عنده أمر، شيء يعني ماهوش حيوان، ما شيء معين، لازم يكون إذا كان يبغي يكون عنده معاملة لهذا الشيء هذا اللي تاعه. إذن هذا الأمر تاع المعاملات هو متشعب وهو يعني متنوع. وبالتالي عندما نتكلم عن الخلل، فالخلل قد يكون كذلك نفس الشيء، فهو متنوع ومتشعب. يعني إذا تكلمنا مثلا عن الجانب السياسي مثلا، إذا تكلمنا وهذا الجانب الحساس وتطرقنا إلى هذا الجانب، نجد أن مثلا إلى مثلا عندما نتكلم عن السياسيين وعن النواب وعن المسؤولين في الهيئات العليا والموظفين في الهيئات العليا، نجد مثلا ما نراه يوميا من الشتم والسب والتلفيق والقذف بين الزعماء وبين المسؤولين الأحزاب والبرلمانيين وما شابه ذلك. وأصبحت هذه الظاهرة تتكاثر باستمرار على مرأى العين وتنقل على كل الشاشات ويراها كل المواطن. إذن هذه المعاملات المختصة في الميدان السياسي مثلا، فماذا يعكس هذا الأمر؟ هل يعكس أن هؤلاء المعنيون بالدرجة الأولى في المسؤوليات التي ذكرناها هم صارمون ومجتهدون ويولون أهمية لطريقة المعاملات
الإيجابية السياسية الهدافة والبناءة التي تعتني بالقضايا الوطنية والقضايا الحقيقية التي يعاني منها المجتمع الجزائري، أم هذا يعكس طول زمان جهالة ورداءة العلاقات السياسية القائمة بينهم، والتي تولي اعتبار لا تولي العكس لاعتبار المعاملات الإيجابية التي تخدم القضايا العامة. إذن لا ننسى كذلك البطانة والناس الموالين أو المحيط أو الحاشية التي تولي هذه الزعامات وتعظمهم وتنفخ فيهم بالرياح التي لا جدوى لها، من أجل فقط أن يرضى عليهم الزعيم أو المسؤول، لأن همهم الوحيد يصبح هنا ليس كما ذكرنا الاهتمام بالمعاملات الإيجابية التي تخدم القضايا الجماعية وقضايا الوطن، وإنما همهم الأولي هو كيفية البقاء والتسلط والنفوذ والاستحواذ على المناصب والتفاخر والغرور وما شبه ذلك. إذن إذا تطرقنا إلى الجانب السياسي، فالخلل الموجود في هؤلاء الذين يعتقدون أنفسهم أنهم ينادون بالتغيير، أي تغيير تنادون به وأنتم تتنابزون بالألقاب بينكم، وأنتم تشتمون بعضكم البعض، وأنتم تقذفون بعضكم البعض، وأصبحنا لا نرى إلا القذف والشتم والسب، لا نسمع منكم لا أفكار ولا تحليلات، وكأن الدولة تدفع لكم أموال لكي تأتون إلى هناك تتبرعون بالفنادق الفخمة وتشتتهمون وتقتلون بعضكم، هذا هو مهمكم الوحيد. إذن الخلل موجود في هؤلاء، في هؤلاء الناس الذين لا يعرفون حتى كيف يتعاملون فيما بينهم، وليش أنا أقول لهم مع المواطن، ناهيك إذا تكلمنا عن مسؤولياتهم ومهامهم مع المواطن، يعني هذا أمر آخر، احنا نتكلم فقط كيف يتفاهمون فيما بينهم في أمور وقضايا الوطن والخدمات الاجتماعية العامة. إذا تكلمنا عن الخلل بصفة عامة، هو كل جانب كل ميدان له مسؤوليات وله يعني نقاط خاصة به. إذا تكلمنا على الأسرة كذلك، إذا تكلمنا عن المواطنين بصفة عامة، إذا تكلمنا عن المعاملات مثلا في الرياضة مثلا، مما نراه من جمهور رياضي كيف يقوم بانتهاكات، وحتى في بعض الأمور يتعدى الأمر إلى جرائم، يعني إلى 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 ما إلى ماذا وصلنا. نعم هذا الأمر هو موجود حتى في دول متقدمة، نعم قد يقول ذلك، ولكن إن كنا نحن نعتبر أنفسنا مسلمون ونعتبر أنفسنا يعني عندنا فقه في المعاملات وينهينا عن ذلك، فلماذا نحن يعني نتشبه بقوم مختلفين في فقه المعاملات عنا؟ معاملتهم ربما قد يعني تدوس على فقه المعاملات التي نتكلم عليها وموجودة في نصوصنا وفي علمنا الفقهي. إذن إذا تكلمنا عن الخلل هو موجود فينا كلنا، في المواطن، في المسؤول، في الشرطي الذي مثلا، وكما كنا نرى في السابق لما يعني يقدم على مواطن معين متلبس في قضية ما، كنا نراهم الشرطي يأخذ ذلك المتلبس ويبدأ عليه بالضرب ويبدأ عليه بالأمور والشتم وكذا، وربما حتى يجرحه في 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 في, في جسده ويؤدي به على أضرار. هذه تعاملات كانت موجودة وحتى الآن ما زالت باقية، ولكن نقصت شيئا ما. إذن أخ نوري، أخ نوري أصبرني شوية برك، ربما الأخ تونسي بلك يكون راهو قريب لهم الفطور. أخ تونسي، ألو ألو أخ تونسي، قرب عندكم الفطور. السلام عليكم. وعليكم والله فطرتوا؟ بقاو 3 دقائق أخويا، أدي 3 دقائق، أدي 3 دقائق تاعك، إحنا مازال عندنا الهالي. وسيتو سمير تاع أمريكان. سمير الظهر طلع عندهم النهار. سمير عندهم الظهر. الله يبارك، شوف أنا مازال هي، أنا حبيت نقترح، قلت على المباشر في الصفحة تاع المصالحة، تعقب واحد على السكايب إذا كان ممكن. مثلا دوك أنا نحل الكاميرا. فهمت، نحل الكاميرا وتجي الكاميرا جات الصوره تاع سكايب، باش الانسان المتدخل في سكايب على الاقل
تنحى الطابوهات هذيك، تنحى كما نقولوا العراقيل، انه الانسان يبقى دائما مختفي ويتكلم من وراء الستار. على الاقل مادام راه يصلح يتكلم بوجه واضح. وهذه راك تشوف في الصفحه تاع المصالحه قداه الناس اللي راهم يسقسيو قداه راهم قداه وين الجهه هذه كيفاه ماشي هذه كيفاه فهمت. هذه ان شاء الله قلت لك تحل افاق ان شاء الله جديده ان شاء الله على المستقبل تاع الاصلاح ان شاء الله تاع المصالحه فهمت. ان شاء الله هنا المعامله تاعنا هذه اللي رانا نتكلموا عليها، الخلل اللي راهو فينا كل فهمت. ماش نقولوا احنا على السلطه اللي تسلطت ودارت الرداءة هذه وهيئه الاجواء باش الناس يوليو يتعاملوا مع الاجواء هذه كما نقولوا تتفرض واقع والناس ما عندوش حيله واحده اخرى الا الرذوخ لهذا الواقع في معاملات كما نقولوا في الجمركه في الادوان في التجاره وسيرتو في التجاره، لان الغذاء هو المهم للمجتمع. ولكن الغذاء يعني خطا من المجتمع راح تفور فوضى راح تفور كذا، وهما تسلطوا بهذا الغذاء هذا المستورد من الخارج وطل داروا الطبقه هذه ولات رذخه انه تمد الرشوه في المعاملات تاعها مع الخارج، يعني مات في الادوان اي حاجه تجيبها لازم تمد. واي تاجر المستورد كي تتكلم معاه تلقى انسان فيه الخير وانسان كيما نقولوا يحب يدير الخير ويحب كذا، لكن يقول لك نور الدين يقول لك فرض عليه واقع لازم يمد. وفي تولهم كاين حتى بعض التوالي في تولهم انه يمد ويتحمل الوزر تاع هذيك الرشوه يتحملها لده. ولهذا ابيحت ولات الحرام ولا حلال. انا على بالك يحبس راسي كي نسمع الناس كيمدوا على لي كونتير تاعهم يمدوا صوارد وهو ما فيهاش يعني مدها ما شراهاش بالحرام والله شراها بالحلال وكلش، بصح كي يجيبها يدخلها لازم يدخلها بالحرام. هذه يوذن عنا الطالب يا خويا وربي ان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال امين يا رب، وربي يوحد الصف ان شاء الله ويوحد الامه الجزائريه والامه الاسلاميه على الخير، وان شاء الله نوليو نتعاملوا بالصدق ونتعاملوا بالاخلاق ونتعاملوا بالثقه ونتعاملوا بالكلمه كما قالوا ناس بكري، قال لك وجه البارود خرج ما يوليش، وهذا الكلمه تاع الراجل، يعني اذا كان تكلم انسان معك كلمه خلاص ما يوليش اللور فهمت. وهذه تثيق فيه باش تصلح لا باش نكسروا الحل باش نكسروا هذا التعامل السيء هذا والشرادة هذه في البلاد، لازم نكسروا هذا الحاجز وهذا الجدار تاع الصمت اللي داروه لنا مده سنين. لازم نهضروا الحقيقه ونهضروا في الخير ونصلحوا قدام ربي وعباده وما تخافوش فهمت. فاذا دخلتم عليهم الباب فانتم الغالبون. ادخل الخطوه الاولى للاصلاح ان شاء الله وربي هو يوفقك، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وربي يحفظكم ان شاء الله. ومبروك مبروك مبروك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا للاخ نوري. تفضل الاخ نوري كمل المداخله نتاعك باش نختموا هذا البرنامج، ونعتذر لكل الاخوه والاخوات اللي تابعوا فينا على الصفحه نتاع الفيسبوك يعني على هذا الانقطاع، لانه عندي ندير في البث المباشر نتاع الفيسبوك من خلال الجهاز تاع الهاتف نتاع النقال، وكما تعرفوا الهاتف النقال عنده واسمه البطاريه هذيك نتاعو تمشي مدة هكذا، يعني لما يكون بث نتاع 10 دقائق ولا ربع ساعة، ولكن لما يكون نتاع ساعتين وثلث سوايع ولا رقم تعرفوا بدون ما نظل الدخل في التفاصيل. المهم نتمنى إن شاء الله ربما في المستقبل إذا كانت حسنت الأمور نديروا البث عن طريق الكاميرا، ربما لما يكون إن شاء الله استوديو يكون بث من خلال الكاميرا. الآن فقط يعني هكذا بث من خلال جهاز الهاتف النقال حتى باش نمكنوا الإخوة والأخوات ونشجعوا إخوة آخرين باش يشاركوا معنا في هذا البرامج. لكن البث راه متواصل على الإذاعة نتاع وطني، بإمكانكم وأن تتابعوا الموقع نتاع الإذاعة وطني www.radiowatani.com أو من خلال الوسائط المختلفة المرتبطة بالأجهزة نتاع الميديا والبرامج المشهورة مثل ويندوز ميديا وينامب إتيونيس إلى غير ذلك من البرامج المرتبطة بالأجهزة نتاع الميديا. بالإضافة الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا من خلال الهواتف النقالة
او من خلال يعني لي زابليكاسيون هذوك التطبيقات المختلفه. بامكانكم ان تشاركوا معنا في البرامج نتاعنا من خلال سكايب راديو وطني. الاخ نوري اذن كمل المداخله نتاعك باش نختموا البرنامج، تفضل. نعم، هو في الحقيقة كما ذكرت بالنسبة للخلل وكما ذكر الإخوة الكرام، هي هو كل ميدان نجي نذكره الآن، كل نخصص له مجال ويعني وفيه كلام وفيه القيل ومقال فيما يخص الخلل، من يعني في جانب يعني سواء كان في المسؤوليات أو في المواطن، في الأسرة، في المؤسسات، في جهاز العدالة، في المفتشية، في الشرطة، في الدرك، في الجمارك، في التاريخ، في كل أمر، في العبادات، في كل شيء هناك خلل يعني، وكل شيء عنده مسؤوليات، وكل شيء عنده يعني ناس خاصين به، ويعني حتى لا يعني نتعمق في الكلام. الآن القضية اللي بغيت يعني نلفت لها الانتباه بكثير هو قضية المعاملات النشر، يعني كل ما ينشر على المواقع الاجتماعية، وكل خاصة أنه تعلمون في المجتمع الجزائري في الناس يجتهدون في بعض الأمور التي قد ربما تؤدي، قد تؤدي بالعلاقات، قد تؤدي ببناء المعنى والمجتمع، قد تؤدي وهم ربما لا يعلمون. إذن النشر يعني لازم تكون عنده حكمة للشيء اللي تنشره، عنده هدف، عنده قصد، موش يعني إنسان ينشر كل ما هب وهدب، كل شيء يعني يعجبه ينشره، كل شيء كان أمور حتى لو تعجبك ما تقدرش تنشرها لأنها تعجبك أنت ولا تعجب الكثيرين، وبالتالي حتى تدخل في المعاملات حتى لا تؤذي الآخرين. كان مثلا ناس ربما نقوله مثلا يعني هذه الأمور لازم منها شوية انتباه، لأن المواقع الاجتماعية كذلك هي تلعب دور كبير فيها في هذا الأمر في التوعية، وبالتالي فمن يعني يستطيع أن يقول خير يقول، ولم يستطع يسكت أحسن له، وهذه تدخل في فقه المعاملات الدينية كذلك. إذن كذلك المعاملات العنصرية والجهوية، هذا الأمر الذي نراه في التفاقم، كان اللي ربما هو من الجهة الفلانية ويبقى كل واحد يتكلم من الجهة الفلانية، يبقى في الشتم ويبقى يجبد في الجذور، في الجذور اللي كانت من قبل في التاريخ يجبد فيها وينشر فيها، ويبقى يعاود الألم ويعاود الجراح ويزيد يكبر فيه ويشعد فيه. هذا إنسان شرير، هذا إنسان طبعه شرير. بالعكس أنت ماذا إذا كان جرح قديم ما بين جهات، ما بين ناس وناس، وسكت، علاش تمشي تنبش فيه وتجبده وتحاول تنشره وتتفاقم وتزعر الأمراض؟ حاول أنك كيفاش تحاول تعالج، تكون مصالح، معالج، تصلح ما بين الناس. هذه الأمور أردت أن أتطرق عليها لأنها تلعب دور كبير فكنحن كمجتمع. كذلك كما ذكرنا سابقا، المعاملات هي بصفة عامة هي كيفية التصرف تجاه الشيء أو تجاه شخص ما، هذه هي التصرف، هذه هي المعاملات، هذه هي المعاملات، سواء تكون عن طريق التصرفات، الانطباعات، المواقف، كل هذه الأمور التي تصدر من أنفسنا تجاه الغير أو تجاه المؤسسات أو من المؤسسات لتجاه المواطن أو عكس ذلك، كل هذه العلاقات السائلة لازم أن تكون محكمة مضبطة حسب الأخلاق، القيم، الثقافات، فقه المعاملات المنشودة والمنصوصة القائمة في كتبنا ونصوصنا، وبالتالي الرجوع إليها ضروري. وعندما أقول الرجوع إليها هو ليست قراءتها وفهمها فقط، محاولة تطبيقها شيئا فشيئا، يعني سواء كان في البيع والشراء أو كان في الأحكام أو كان يعني في الحدود أو كان يعني في القوانين أو كان في مثلا في الأسرة أو كان في كل الأمور التي تخص العلاقات الإنسانية بشتى أنواعها وبشتى أشكالها. إذن هذا ما أردت أن أقوله في نهاية الكلام، أختم كلامي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا أخي نوري. إذن الإخوة والأخوات، كان البرنامج تاعنا اليوم هو حول المعاملات في الجزائر والتغيير، كما تفضلوا الإخوة، أخ نوري، الأخ عبد السلام من قسنطينة، الأخ تونسي من سطيف، الأخ سمير من أمريكا، والأخ عبد الرزاق من باتنا. تفضلوا أفادونا من خلال المعلومات اللي يمتلكوها في هذا البرنامج.
فيما يتعلق بالنقاط الأخيرة هذه اللي أثرناها، نحاول ربما نزيد نضيف بعض الأشياء بخصوص الناس اللي راهم يطمحون للتغيير. يعني بشكل عام للأسف الشديد ما زالوا بعيدين كل بعد المعاملات اللي راهو ينتظر فيها المواطن الجزائري. كيف ذلك؟ كثيرين هما ينتقدوا السلطة، ينتقدوا النظام، ولكن مع الأسف الشديد يقوموا بنفس الممارسات اللي يقوم بها النظام بل أكثر، إلى درجة هو أنه يعني مرات تقول أنت النظام أرحم. لذلك إذا كان هذا الناس درك هما حابين التغيير، المفترض هو أنه الممارسات اللي يجوا بها ما لازمش تكون كما الممارسات نتاع النظام، والمعاملات اللي يجوا بها ما لازمش تكون كما المعاملات نتاع النظام. يعني إذا النظام درك ولا الناس اللي راهم درك هما يخدموا في النظام هما راهم يخلفوا الوعود، هما راهم يستعملوا الرشوة، وراهم يستعملوا الشكارة، وراهم يستعملوا التزوير ويستعملوا الغش. انت المفترض هو انه هذه الامور اللي هي راها في النظام وانت راك تنتقد هذه الممارسات انت تنتقدها، المفترض هو انك انت تجيب بممارسه جديده وتجيب بمعامله جديده، والا راك راح تولي انت كيما النظام بل اشد. لانك لما انت درك مثلا واحد يكون درك مثلا فاسق، الناس على بالها به باللي راهو فاسق، لكن لما يكون الامام فاسق هنا خطر كبير. درك هذا الانسان اللي درك هو راهو في النظام انت راك تقول باللي راهو فاسد، الناس كل على بالها، لكن لما تكون انت راك انت فاسد وانت راك تدعو للتغيير، هنا الناس تكون عندهم صدمة اكبر. لذلك في المسألة هذه نتاع الخلل، الخلل هي ليست خاصة فيما يتعلق بالبرنامج تاعنا نتاع اليوم اللي متعلق بالمعاملات. قضية نتاع الخلل هي ليست خاصية بالنظام في البرنامج تاع اليوم، وإنما الخلل هذا نتاع المعاملات موجود في الفرد، موجود في الأسرة، موجود في المجتمع بإسره. الناس اللي ذوك راهم ذوك هما يمشيوا في المعاملات وفق ما تقول الشريعة الإسلامية راهم صاروا من النوادر في المجتمع نتاعنا مع الأسف الشديد. لذلك طمرها كبيرة فيما يتعلق بالموضوع نتاعنا اليوم تاع المعاملات، المعاملات اللي المفترض تطبع الإنسان المسلم، تطبع المجتمع المسلم، وتطبع الدولة المسلمة. المفترض هو أنه تختلف على المعاملات اللي رانا نشوفوا فيها في دول الكفر وفي دول الإلحاد. ولكن للأسف شديد احنا صار الإنسان حيران، بحيث هو أنه يشوف المعاملات عند الكفار والمشركين أكثر وأحسن من المعاملات انت عند ناس مسلمين. تلقى هو يحكي لك على التقشف، تلقى بعض الأئمة والدعاة يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج يتلوط من شدة الجوع، يتلوط. ولكن هو لما تدخل ليه تقول انت راك تحكي مع فرعون، ماكش تحكي مع داعية، ماكش تحكي مع فرعون. تدخل تشوف انت المسبح وتشوف انت يعني امور الى درجة يخيل لك باللي ما راكش تحكي مع واحد مسلم اصلا، وانه خاوته المسلمين اللي راهم يتعذبوا في ليبيا ويتعذبوا في العراق ويتعذبوا في سوريا، صار منهم اللي يأكل في اللحم نتاع الكلاب وفي اللحم نتاع القطوط وملقاش، وناس ترمي في موائد، ترمي في يعني في الخرفان وفي البقري، وترمي في يعني في المأكولات هذيك من كل أنواع ترمي فيها للمزابل، وناس تموت بشر. ورانا نشوف فيهم خاوتنا في إفريقيا، خاوتنا في بورما، رانا نشوف فيهم راهم يتشواو، وناس مع الأسف الشديد حاملين اللواء نتاع الإسلام، ولكن التطبيق على أرض الميدان شي واحد آخر. لما تقرأ أنت في الكتب ما شاء الله، قال الزمخشري وقال طبري وقال ابن كثير وقال عبد الله بن عباس وقال كذا وقال كذا، والرسول والسنة والصحابة، ولكن على أرض الميدان للأسف الشديد حتى إذا كان الناس راح تقول ولكن على أرض الميدان الأفعال ربي يجيب.
إذن الخلل هذا الخلل المشترك فيما يتعلق بالموضوع تاع اليوم. المطلوب منا كجزائريين سلطة ومعارضة ومجتمع مدني على جال باش يعني نعيد الاعتبار لهذا المسألة هذه نتاع المعاملات، نعيدوها بالآخر بالأفعال. احنا محتاجين إلى أقوال، محتاجين لا شك في ذلك، محتاجين إلى نظريات، محتاجين لا شك في ذلك، ولكن في المقابل محتاجين إلى أفعال. لازمنا من خلال الأفعال تاعنا هو أننا نعيد الاعتبار لهذه المسألة المهمة، لأنه بدون معاملات ما كان حتى شيء راه راح يتغير في البلاد. المريض هذا دوك انت لما تجي تحكي له تقول له انت والله غير المرض يبدا هكذا وكذا 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 صحيح هو انك انت تعرفه ربما اذا كان جهل، ولكن هو محتاج على جل باش انت تساعده باش يخرج هو من المرض هذاك، محتاج على جل باش تعالجه. ها هو درك خونا مصطفى هذاك نتاع باثنا مسكين عنده دوك 17 سنه وهو على سرير، على السرير هذا دوك انت واش تخطب عليه؟ محتاج الى افعال، محتاج الى ناس مؤمنين سواء كانوا في السلطه ولا في المعارضه، ولا ما اذا كانوا لا في السلطه ولا في المعارضه محتاجين على جال باش هما يساعدوه. ما تجيش انت تخطب عليه تقول له انت واصبر وسيدنا ايوب راهو ابتلاه ربي وكذا. صحيح هو راهو على باله بهذه المسائل، لكن هو راهو لحمو طاب، راهو على سرير محتاج على واحد يرحمو، محتاج الواحد على جال باش يعاونو باش يخرج هو من هذيك الأزمة اللي راهو فيها. 17 سنة تخيلوا وهو على سرير، يعني نظفولو ومحتاج مسكين قالك غير على جال باش نعود نقضي الحوايج تاعي وحدي برك ما نحرجش الناس، وقالك نروح نصلي ولو ركعة ونسجد سجدة في المسجد ونموت. شوفوا الطلب تاع وين راهم هذا الناس اللي راهم شرفاء اللي راهم في السلطة. ها هو خوكم عنده 17 سنة هو يتعذب، محتاج على جل باش تعاونوه، محتاج الأفعال مش محتاج البلابلا. إذن احنا محتاجين الأفعال، وبالأفعال هذه دوك إذا كان ساعدنا هذا الأخ هذا مصطفى ساعدوه على جل باش يخرجوه من الأزمة، ونعاملوه معاملة المسلم لأخيه المسلم، نعاملوه معاملة الإنسان لأخيه الإنسان بالأفعال هذيك نتاع المعاملات. احنا رانا رايحين فيما بعد نغرسو شي في البلاد من خلال هذك الإيجابيات. أما إذا كان فقط مجرد كلام وبلا بلا راه الناس شبعت من الكلام. الأخ سمير ظهروا أنه راه عندكم الظهر، رانا في نهاية البرنامج. الأخ سمير إذا كان تحب تدير مداخلة باش نختم البرنامج. نعم نوردين، السلام عليكم. وعليكم السلام. رانا هنا يا تقريبا ساعة ونص قبل العصر. ايه ما شاء الله. خوتنا في الجزائر راهم ما فطروا. على كل حال راهي الامريكان يعني امريكا ما من الجانب الشرقي الى الجانب الغربي كاين خمس سوايع. انا راني في الجانب الشرقي يالو اللي راهم في كاليفورنيا وهذوك ما زيد لهم خمس سوايع واحد اخرين. إيه. نور الدين بارك الله فيك، وشكرا الإخوة كامل على هاد النقاط اللي شاركونا فيهم وتبادلناهم. نقدر ربما نزيد نضيف نور الدين على كلامكم أن المعاملات الخلل يعني على وش زدتوا انتوما أنه يكون من الفرد هو المسؤول على نفسه. ما المفروض الإنسان لما خلاص يبلغ ويكون عنده الرشد، يبلغ سن الرشد يكون هو مسؤول على نفسه، ما يستناش واحد يربيه ولا، فما يكونش عنده عذر، لازم هو اللي يكون مسؤول. وكذلك الدولة تكون عندها قسط كبير جدا من تنظيم المعاملات. وهنا يكون نشوف أنا أن غياب القانون اللي ينظم المعاملات، القانون اللي يرضع أو يردع تجاوز حدود المعاملات أو
تعدي الخطوط الحمراء أو الاعتداء على الغير أو الاعتداء على البيئة أو على الحيوان أو على البشر كامل يعني بالمسلمين بغير المسلمين. فلما يغيب القانون وتطبيقه فتسود الفوضى وتسود غير المعاملات السيئة. هذا عامل لازم ننتبه له مليح. وكذلك بعدنا عن الدين أخ نور الدين، بعدنا عن الدين اللي هو كقانون، هو رسم لنا معاملات يعني ما نلقاوهاش في يعني أحسن الدول تنظيما الآن أو أحسن الحضارات تنظيما، ما نلقاوش قمة في المعاملات وقمة في الأخلاق كما اللي راهي يعني مخطوطة في ديننا في الكتاب والسنة، وللأسف أننا يعني ما نشوفوهاش ما نسمعوهاش بزاف على كل حال المواعد، وكذلك ما نشوفوهاش كأمثلة حية هكا في شوارعنا وفي مسؤولينا وفي الشعب تاعنا يعني الأفراد العاديين. فأنا نشوف هذو نقطتين مهمتين ما لازمش نغفلوا عليهم، أنه عندنا الحمد لله ثروة من النصوص التي تضبط المعاملات غفلنا عنها، وحتى القانون اللي وضعته الدولة الجزائرية اللي كذلك يضبط المعاملات وما يجعلش الأفراد تتعدى على حدود الآخرين يعني لا يطبق للأسف. وهذا كذلك إضافة على النقاط اللي ذكرتوها أنتم في الخلل. هذا وش حبيت نقول، بارك الله فيكم وصحة وطولكم كامل. الله يبارك فيك، شكرا أخي سامير. إذن الإخوة والأخوات كان هذا هو البرنامج تاعنا اليوم حول المعاملات في الجزائر والتغيير. شكرا لكل الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا الإذاعة تاع وطني، شكرا للأخ سمير، الأخ نوري، الأخ عبد السلام، الأخ تونسي والأخ عبد الرزاق من باتنا. بإمكانكم الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا هو أن تقترحوا برامج، بإمكانكم هو أن تقترحوا مواضيع، ومعا إن شاء الله إذا كان خلصت النوايا وتكثفت الجهود أنا متأكد باللي رانا رايحين إن شاء الله نصنعوا الكثير. تحياتي لكم جميعا، صحة لفطوركم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذا كنت تحبوا ليلة العيد نتغافروا مع بعضنا ونديروا بث مباشر على الإذاعة نتاع وطني وعلى صفحة نتاع الفيسبوك، أنا شخصيا ما عنديش مشكلة، المهم الخط لكم. تحياتي لكم جميعا وبارك الله فيكم وصحة لفطوركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع. حد مين؟ نعم من أجل مساعدة وطنية. حد مين؟ شيء أدو وطني.